مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده هنا العاصمه، انا دينا زهره اكون مع حضراتكم على مدار حلقه النهارده. حلقه النهارده الحقيقه كما هي العاده هنبداها بمجموعه من الاخبار اللي نعتقد انها تستحوذ على اهتمام حضراتكم. اما الفقرتين المخصصتين للنقاش، الفقره الاولى هتكون عن مستقبل حركات الإسلام السياسي في الدول العربية. نطرح هذا النقاش بمناسبة حلول ذكرى 35 من يونيو، والتساؤل العريض هو إيه هو مستقبل حركات الإسلام السياسي في الدول العربية. مصر ليست الدولة العربية الوحيدة اللي شهدت ظهور لحركات الإسلام السياسي، هناك تونس والمغرب والسودان والأردن والكويت، هناك سوريا، وهناك العراق في فترات تاريخية ربما سابقة. السؤال هو في ظل الأوضاع الراهنة، إيه ممكن يكون الشكل اللي تاخده حركات الإسلام السياسي؟ هل من المنطقي أنه نفرق بين الإسلام السياسي والإسلام الجهادي، الإسلام التكفيري أو الأصولي؟ ماذا عن جماعات العنف والتطرف؟ كيف سيكون شكل هذه الجماعات في الفترة المقبلة؟ هيتسع الحديث الحقيقة عشان نتكلم مش بس عن مصر لكن كمان عن الدول العربية، لأن كل دولة عربية ليها تاريخ مختلف، ليها خصوصية في التعامل مع الإسلام السياسي. ربما مصر ليها وضع أكثر أهمية كونها البلد اللي شهدت ميلاد التنظيم الأم جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928، لكن أيضا الجزائر كان ليها تجربة مهمة، العشرية الدموية طبعا، السودان ليها تجربة في وصول الإسلام السياسي للحكم، وتونس بطبيعة الحال. ده هيكون نقاشنا الحقيقة الأساسي في الجزء الثاني من حلقة النهاردة حول مصير ومستقبل حركات الإسلام السياسي وجماعات العنف والتطرف في مصر والدول العربية. أما في الفقرة الأولى هي فقرة رياضية طبعا، وإحنا بنتابع مباريات كاس العالم يوم بيوم هنقدم لحضراتكم تفسير وتحليل لمباريات النهاردة، وإحنا انتقلنا لدور الـ16 وهناك من تأهل لدور الـ8. النهاردة الحقيقة مباراة كانت مهمة جدا، قاسية جدا على الأسبان، أسبانيا روسيا أطاحت بأسبانيا بركلات الجزاء، بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء الأشواط الأصلية بهدف لكل منهما. هنحلل هذه المباراة. كمان بيتم الآن أو بتدور الآن مباراة كرواتيا والدنمارك، والنتيجة هي التعادل بهدف لكل فريق. كرواتيا مقدمة عرض أكتر من رائع الحقيقة من بداية البطولة، والدنمارك ربما تود أنها تحقق مفاجأة مثيرة في كأس العالم اللي شهد خروج منتخبات يعني حاملة الألقاب في أعوام سابقة، إسبانيا ألمانيا والأرجنتين، علاوة على أنه إيطاليا أصلا ما كانتش مشاركة في هذه النسخة من كأس العالم. ده هتكون فقرتنا الأولى، نتحدث عن الرياضة مباشرة بعد استعراض الأخبار اللي خلينا نبدأها مع حضراتكم مباشرة، والبداية بملف الآثار. كانت وصلت القاهرة يوم الجمعة اللي فات القطع الأثرية اللي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء ساليرنو في إيطاليا. الحقيقة أنه دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال أنه القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية و195 قطعة أثرية. قال كمان أنه هذه القطع الأثرية بتخضع لأعمال الترميم علشان يتم عرضها بالمتحف المصري، وقال انه هذه القطع مش من مفقودات المخازن ولا من مفقودات متاحف وزارة الاثار، وانه في تحقيقات مستمرة في مكتب النائب العام لمعرفة يعني ملابسات تهريب هذه القطع كيف تمت. كمان هو اشار للتعاون الكبير اللي بذلته وزارة الخارجية والسفارة المصرية في روما والنيابة العامة في مصر والنيابة العامة في ايطاليا والقيادة العامة للتراث الثقافي الايطالي. واضح طبعا انه كان جهد تنسيقي بين كل هذه الجهات للتمكن من استرداد هذه القطع اللي عددها مش قليل، والحقيقة انه تم استردادها في وقت قياسي في وقت سريع. عادة يعني هذا النوع من يعني استرداد القطع اللي بتقول دولة انها تبعها
بياخد وقت طويل قوي الحقيقة. في سياق تاني، وزارة الآثار أعلنت أنها تنشئ أول مصنع لإنتاج المستنسخات الأثرية. هذا المصنع مفترض يتكلف 100 مليون جنيه. على أي حال خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الموضوعات. بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى وزير، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ زكريا. يعني صحيح ان الوزاره اعلنت منذ قليل انه هيتم عرض القطع المسترده يوم الاربعاء في المتحف المصري الكبير؟ لا، في المتحف المصري في التحرير. ده يوم الاربعاء. يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 9 صباحا، ويستمر لعده ايام. يتمكن الصحفي والزائر والاعلامي وكله بزياره هذا المعرض المؤقت اللي هيضم حوالي 300 قطعه تقريبا، زائد في اثنين صك كبير كده هيبقوا فيهم العملات كلها اللي تم العثور عليها في ايطاليا. طب هو مؤقت لمده قد ايه يا فندم؟ هيبقى تقريبا اسبوع ان شاء الله. طب ليه مؤقت؟ عندنا دايما بنعمل في صاله المتحف المصري في التحرير عرض مؤقت لقطعه يراها السائح او الزائر لاول مره. بعضها بيطلع من المخازن ويعرض، بعضها بيطلع من البدروم ويعرض، عشان ندي فرصه ان كل اسبوع هناك ما هو جديد يتم التعرف عليه ويتم زيارته او مشاهدته. يعني دي اليه متبعه انه يعني جزء خاص بيتم عرضه يتم استبداله بعد كده بقطع اخرى. كل اسبوع احنا بنعمل هذا الموضوع على مدار تقريبا سنه عدت كده، ان كل اسبوع بنعمل ما يسمى بعرض مؤقت لبعض القطع يراها الزائر او السائح لأول مرة، بعدها زي ما قلت لحضرتك بتطلع من المخزن، بتبقى موجودة في مكان ما بتتشافش، مخزن متحفي، مخزن موقع، أو في بدروم المتحف المصري، فبيتم عرضها بتعرض لأول مرة، فبتاخد تقريباً أسبوع، كنا إحنا بدأنا الموضوع ده كل خميس، من خميس لخميس، من خميس لخميس وهكذا، فالمرة دي إحنا إن شاء الله خلاص انتهينا من أعمال الترميم الجارية والتقوية القطع اللي جت من إيطاليا، وهيتم عرضها إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 9 صباحاً بإذن الله تعالى. طيب عايزين نعرف من حضرتك اكتر عن هذه القطع، يعني هي ازاي خرجت؟ يعني تصريح لحضرتك بتقول انها مش من مفقودات المتاحف ولا وزاره الاثار، طب هي اصلا يعني كانت فين وخرجت ازاي؟ هل هي مسجله في مصر اصلا ولا لا؟ طبعا هي مش مسجله بدليل انها مش مفقودات المخزن او المتحف، ولكنها اغلب الظن ناتج حفر خلفه. طيب السؤال ده اللي كنت متوقعه من الاستاذه دينا، هيقول لي القطع الاثري جت من فين تقريبا؟ من اي منطقه اثريه في مصر؟ من المنظر العام والغالبيه جايه من منطقه مصر الوسطى، يعني الفيوم، بني سويف، المنيا، المنطقه دي اللي كانت اشتهر فيها قوي هذه القطع الاثريه. نتائج الحفر الخلصه، طبعا نتائج حفر الخلصه لانها غير مفقودات. اللي بيحصل كالاتي يا استاذ دينا بصفه عامه، لو احنا سمعنا في حاجه اسمها اوكشن مثلا في اي دوله من دول العالم مزاد او حاجه ضبطت، بديهي بنعرف من ثلاث جهات، اما وزاره الخارجيه هنا، السفاره بتاعتنا من الدول الثانيه، زائد احنا عندنا اداره تسمى اداره الاثار المسترده، عامله لينك على طول مع جميع معارض اللي بيتم فيها مزادات، بتعرف بمجرد ما حاجه يعلن عنها على بذات، بناخد الصوره بتاعتها ونبتدي نلف على بسؤال جميع المخازن اللي موجوده في مصر والمتاحف والمتاحف المخازن المتحفيه. طيب هو السؤال هنا قبل ما نروح لنقطه انها خلاص تم الاعلان عنها بعد ما خرجت، هو السؤال يا دكتور هي خرجت اصلا ازاي؟ لا ده قيد التحقيقات الكلام ده يا استاذ زين، انا ما اعرفش، انا راجل اثري فانا اسال على الاثار، ايه فترتها، ايه زمانها، ايه مصريتها، ايه الكلام ده، لكن حاجه خرجت ازاي، ايه قصتها، ايه ملابساتها، الكلام ده تحت التحقيقات وتمام القضيه على السنه، برغم من الاثار ولله الحمد ربنا وفقنا انها رجعت، ورجعت زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في وقت قياسي، الا انه يسال عليها الجهات القضائيه المعنيه في هذا الموضوع. طيب دي بالنسبه للقطع دي تحديدا، لكن عموما يا فندم اي قطع تانية بتكون خرجت بشكل غير شرعي ثم عادت، ايه بتكون السيناريوهات الاكثر ترجيحا في شكل خروجها؟ شكل خروجها دي ما نعرفهاش بالظبط، لكن هقول لحضرتك على حالات احنا مسكناها وهي خارجه. ايوه. عندنا في المنافذ عندنا ما يسمى بالوحده الاثريه في جميع المنافذ اللي موجوده، بتخطر
بمجرد ان المواني بيدي اخبار بالوحده الاثريه اللي موجوده في المطار منافذ بريه بحريه جويه بيساله بيقول له احنا فين بنشتغل في حاجه، فيجي تيجي اللجنه المشكله اللي موجوده على طول في المنفذ نفسه تيجي تطلع على القطعه دي، لا يقول لا خلاص دي ريبليكا او فيك او مش اصليه او انها تبقى عصريه، دي حاجه ثانيه. نعم. طيب ايه التهريب بقى في الاونه كان الاخيره كان بيتم ازاي؟ بيتم في حاله اشتباه في راس ريبليكا شكلها ريبليكا، فبتعدي برضو على الجهاز بيشتبه فيها امن المواني، بتيجي اللجنه الاونه الاخيره كان بيحط التمثال ده بيحط جواه الاثر، يعني بيحط الاثر الاصلي جوه الحاجه الريبليكا دي، يبقى عنده الاثر الاصلي اللي هي النسخه او التقليد، ويعمل عليها الريبليكا اللي من بره، التقليد اللي من بره او الكوبي اللي هي بتبقى الخارجيه. ايوه. اللجنه مره واثنين وثلاثه مسكت حاله من حالات زي كده. ما ننساش برضه في فتره ما بعد الثوره مباشره، يعني في حاجات كتيره زي ما حضرتك عارفه كويس جدا، حاجات كتيره للاسف يعني اتعرضت للسرقه في اماكن كتيره في مصر، لكن احنا بفضل القصه اللي احنا بنتكلم عليها دي الحمد لله ولا مش مفقودات لا مخازن ولا متاحف ولا مخازن متحفيه. تم استنجادهم زي ما قلتي في البدايه في وقت قياسي ما حصلش قبل كده على مدار سنوات عده. الحمد لله في السنتين الاخيره تمكنا من استرداد 975 قطعه من 10 دول. هيبقى في خبر قريب جدا كمان، خبر كويس قوي في الفتره القليله الايام القليله القادمه باذن الله تعالى، فده هيبقى برضه في وقت ان شاء الله. احنا مش هنسيب اثرنا يا استاذه دينا اللي موجوده في اي حته في اي دوله ايا كانت هذه الدوله، الحمد لله ان احنا هنتمكن من عودتها مما لا شك فيه. الحاجه الثانيه احب اشكر برضه دلوقتي السلطات الايطاليه اللي تعاونت معانا بشكل يعني كان جميل جدا، النائب العام الايطالي انا كنت بهزر معاه بقول له انا فاكر احنا استردنا حاجه من مكاننا قبل كده في خلال 30 يوم فقال او الجيف باك ال 15، شفت الكلمه القويه دي انا هرجعها في 15، وسبحان الله فعلا 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 قوه العلاقه القويه مع النائب العام المصري النائب العام الايطالي الحمد لله قدروا فعلا انه يخلصوا الاجراءات القضائيه والفائض الماده القضائيه والكلام ده كله في اقل من 20 يوم، وفعلا الحمد لله رحنا وتمكنا من احضارها بالكامل. طيب. وحاليا اجراءات الترميم قائمه في المتحف المصري في التحرير واللي هيتم عرضها زي ما حضرتك قلت. طب هل حضراتكم محتاجين يعني كمنظومه منظومه يعني دفاع او حمايه او حفاظ اكثر على الاثار علشان ما تخرجش، مش بس نبقى عارفين ازاي نستردها لما تخرج بس كمان نمنع خروجها يعني بطريقه او باخرى حضراتكم ممكن تشوفوا انها الانسب، لان احنا بنتكلم على عدد كبير من الاثار يعني اكثر من 21,000 قطعه، فده عمل كبير. هل ده معناه انه ممكن يكون يعني عمل منظم جهه مسؤوله عن الكلام ده؟ انا عارفه ان حضرتك مش مسؤول ترد على نقطه اذا كان مين اللي وراه، بس اقصد حمايه الاثار من انها تخرج اصلا. هو مبدئيا بس عشان العدد ما يخضناش قوي، احنا لو اتكلمنا هنتكلم على زي مثلا 195 قطعه، وعارفه حاجه 195 قطعه دول منهم 151 تمثال اشبه صغيره الحجم، امال العدد الالاف ده جه من فين؟ ده عملات من العملات؟ يعني العدد يعني العدد تخطى الالاف من العملات. طيب بس يعني عملات اثريه يعني حتى لو انا ما قلتش انا ما قلتش انها مش اثريه، انا بقول العدد ده يعني ايش معنى كده انه حاجه ضخمه قوي؟ لا ده العدد ده العدد ده حاجاته الى حد ما تشكلش حاجه كبيره، ده راجعين في اربع صناديق اللي راجع من ايطاليا. أيوة. لكن انا ما شفتش الحقيقه وما اعرفش تفاصيل سفرها في حاويه زي ما سمعت ولا مش في حاويه، هل خرجت هنا ولا مرورا ولا ايه القصه بالظبط دي، انا ما اعرفش تفاصيلها، لكن الحاجه الاثريه اللي انا اكدتها دلوقتي وبقولها تاني لحضرتك انه ده من منطقه مصر الوسطى ومرورا بفتره زمنيه من ما قبل التاريخ الحاجات الفخاريه كانت موجوده ونهايه بالعصر البطلبي وفي بعض الحاجات العملات الروماني وفي اربع حاجات اسلامي، ثلاث بلاطات خزفيه وابريق خزفي. طيب الاجراءات والتحقيقات ساريه وان شاء الله هتسفر عن حاجات كويسه جدا قريبا، هذا اللي انا متوقعه واللي انا شايفه من المجهود المبذول من جانب النائب العام ورجال النيابه العامه.
طيب هل في يعني رقم محدد لعدد القطع الاثريه اللي استطاعت مصر انها تستردها في الفتره الماضيه يا دكتور؟ ده اللي قلت لحضرتك انه في اقل من سنتين 975 قطعه اثريه من 10 دول، وبما فيها على فكره بما فيها برضو كانت دوله اسرائيل، كان في تابوت ورجع. طيب دينا احنا على الهواء كده، احب اقول برضو خبر وده لحضرتك، انه ما نراه فوق سطح الارض في مصر على فكره لا يتعدى نسبه 40% ما يحويه باطن الارض من اثار. زي النهارده في حفر لمواطن بيحفر اساس كده في اسكندريه، تم العثور على تابوت جرانيتي وزنه 30 طن مقفول سيلد وجنبه راس مرمر. اي حفر بيتم في اي منطقه عليها اخضاع واشراف من الاثار بتلاقي دايما في مفتش اثار واقف بصفه مستمره، اسم بنسميها مراقبه حفر اساس، ده حاجه منصوص عليها في لائحه المجلس الاعلى للاثار. فبمجرد ظهور هذا التابوت وقفنا واتخذنا الاجراءات القانونيه فورا. طيب النقطة الأخيرة دكتور، إنشاء مصنع للمستنسخات الأثرية، الهدف منه؟ فكر المجلس الأعلى للآثار وفكر وزارة الآثار بوجود وزير زي الدكتور خالد العناني سياحة وآثار وفكر مستنير، ده اللي فكرنا بقى في السنوات اللي فاتت. عارفين إحنا عندنا سوفينيرز اللي بيقبل عليها السائح أو الزائر الأجنبي. أيوه. في حاجات كلها بنسبة كبيرة جدا جاية من فين؟ جاية من الصين. طبعا. طب احنا كمصر واحنا كوزاره الاثار واحنا كمجلس على الاثار وعندنا احنا الامكانيه وعندنا الحاجات اللي بنسميها المستنسخات او الحاجات التقليديه دي، احنا ما نقدرش نعمل حاجه زي كده. احنا عندنا الوحده الانتاجيه، بس انتاجها ايه؟ انتاجها عدد قليل جدا ما يغطيش السوق السياحه المصري اللي بتوزع على البازارات وخان الخليلي والى اخره جميع المزارات السياحيه. فكان فكر مستنير. عملنا بروتوكول من اقل من سنه مع المخابرات العامه. البروتوكول ده ان احنا بنقوم بعمليه تسويق لبعض المستنسخات. طيب في الحاله دي لما من خلال هذا البروتوكول اتفقنا ان احنا هنعمل مصنع تكلفته زي ما حكيت في البدايه مش اقل من 100 مليون جنيه. المصنع ده هيعمل مستنسخات، هيتم بيع هذه المستنسخات في جميع بازارات واماكن الجيفت شوبس او بيوت الهدايا اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، وده حاجه الى حد ما غريبه من نوعها او لاول مره تتم كفكر مستنير، ان ازاي نستثمر الخدمات السياحيه في المناطق الاثريه، وده فكر مستنير على فكره جميع الدول الاوروبيه والامريكيه والعالميه. العالم كله بيعمل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. والحقيقه انه فكره انشاء مصنع للمستنسخات فكره على قد ما احنا بنتكلم عنها فكره فريده من نوعها، هي كانت المفروض تكون هي موجوده من سنوات. اي بلد يعني بيروحها سايح اول حاجه بيفكر فيها هو انه يشتري منها سوفينير، تذكار الهرم، خوفو، خفا، توت عنخ امون، اي حاجه تفكروا بالبلد دي وبتبقى موجوده حقيقه كتير جدا في كل الدول. فلازم فعلا مصر يكون ليها نصيب في انها تبيع السوفينيرز بتاعتها، التذكارات بتاعتها، بمصنع مصري هو اللي يقدم هذه الاشياء وتتعمل كمان بكواليتي كويسه. دي النقطه الثانيه بقى، انه كمان يكون نوعيه او جوده التذكارات جوده كويسه. ننتقل لنقطه اخرى، التعليم وامتحانات الثانويه العامه. طلاب الثانويه العامه انتهوا من ماراثون الامتحانات. رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانويه العامه دكتور رضا حجازي استعرض خلال مؤتمر صحفي حصاد موسم الامتحانات هذا العام، وتحدث عن اجمالي عدد المعلمين اللي شاركوا في اعمال الثانويه العامه وكمان اعداد حالات الغش. هي عمل حصاد لهذا الموسم، قال انه راضي عن مستوى الامتحانات هذا العام. خلونا نشوف مع حضراتكم مقطع من المؤتمر الصحفي. احنا عندنا من 40 ل 50 طالب ما بين شير وما بين غش بالموبايل، في حدود 30 او 28 شير خلاص، والباقي عمل غش بالموبايل او معاه موبايل. خلونا نقول 50 جملتهم من كام؟ من 656 الف طالب 343. اعتقد بعلم بلغه الرياضيات كان بين اجليك يعني رقم ضئيل. انا بقى اتمنى ولا واحد يحصل. فالحقيقه الامتحانات تسير سيرا حسنا. انا بشكر الساده مستشاري المواد والهيئه الفنيه
التي من واضعه الامتحان من اول يوم وضعت الامتحان لحد النهارده، لان الناس طبقوا المواصفه مظبوطه. كل طالب بيلاقي اسئله تخصه. على فكره لما بقول الامتحان مطابق للطالب المتوسط ده خطا علميا. الامتحان فيه اسئله للمستويات المختلفه، الطالب دون المستوى يجد، الطالب المتوسط يجد، الطالب فوق المتوسط يجد. وبالتالي هو ده اللي عامله الاريحيه عند الطلاب، ان كل طالب بيدخل الامتحان بيلاقي نفسه ايه اسئله. تشير يعني سنتين، غش موبايل سنه، موبايل مغلق عام، ده حرمان الماده. حته نطول الوقت لا ليست في يد اي واحد، لكن المتغير اللي اتحكم فيه عدد الاسئله مش طول الوقت. يعني الامتحان ده مخصصه ساعتين، انا اجيب بقى اسئله تتواءم مع الساعتين. طيب معانا على التليفون دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانويه العامه. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. الارقام طبعا بتشير لتراجع حالات الغش، سيطره اكبر على فعاليات الامتحانات. حدثنا اكتر لو سمحت على الاليات والادوات اللي ادت لده. يا بس الارقام اللي عند حضرتك دي اتحدثت شويه. اتفضل. يعني انا عندي 67 حاله غش بالموبايل وتشهير. لنهايه الامتحان للنهارده يعني. 67 دول ده هياخد حرمان سنتين واحاله اوراقه للنيابه العامه. انا سبته يكمل امتحانه علشان ما اعملش توتر في اللجنه واحافظ على ارواح الملاحظين بتوعي، لكن هو خد سنتين خلاص. تحافظ على ارواحهم يعني ايه؟ ده مهم قوي. انا الوقت الملاحظ اللي بيلاحظ ده مش بيلاحظ في بلد غريبه. الطالب ده لو انا منعته من الامتحان ثاني يوم ما يجيش خلاص. هيعمل لي ده في بلده. هيعمل لي توتر على مين؟ على الملاحظين اللي عادي. ممكن يكون يعني ممكن توصل لدرجه استهدافهم يعني. أيوة. تعرض حياتهم للخطر يعني. بالظبط كده. انا فسبته كمل. وبعد كده هو خلاص متحرز الموبايل ومعمول له قضيه فانا بقول اهو 67 طالب غش بالموبايل، 105 معاهم موبايل مقفول. يعني دخل كده اللجنه وخد موبايل وسابه مقفول معاه. ده حرمان من الايه؟ من الماده. في عندنا 44 حاله غشوا من الموبايل، ده حرمان سنه كامله. انا بس عايز يا استاذ دينا اقول لحضرتك بالعام الثاني على التوالي ثانويه عامه بلا تسريب وبلا غش جماعي ولكن ومحاولات ضئيله جدا للغش الالكتروني واللي احنا كنا بنتصدى لها بفضل جهود وزاره الداخليه معانا، لان احنا هم عندهم امكانيات عاملين حاجات في الورقه. مجرد ما الطالب كان بيشير جزء من الاسئله كنا بنجيبه بعدها بدقيقتين او ثلاث دقائق. فانا الحقيقه يعني ده برضه لابد ان ينسب الفضل لصاحبه ولاهله يعني. طيب يعني اتفضل يا فندم. عملنا مع لجان الشغب او لجان الغش المعروفه، انا كان عندي تراث كده في كام لجنه كده في كام محافظه، دول ما حدش بيعرف يعمل معاهم حاجه، ودول اللي الناس بتحول لهم من كل انحاء الجمهوريه. اللي هي يعني اذا جاز التعبير كان يطلق عليها لجان البي اي لجان الاكابر او لجان الاكابر. ايوه. انا رصدت تحويل الطلبه من شهر ونص كده او شهرين، وطلبت من المديريات دي تجيب لي الطلبه اللي تحولوا، وحولنا للناس التحقيق، لكن لازم كان الطلبه يفضلوا في المدرسه خلاص يعني هبقى حق مكتسب بتمتحن يعني. طب معلش حضرتك يعني مفترض انه السنه دي الجديد انه بيتم رفض تحويل الطلاب لهذه اللجنه او اللجان دي. خلاص ما في اجراءات، احنا منهين اصلا. عمال انا حولت الملف للشؤون القانونيه اللي قبل والسنين اللي فاتت كان يعني كانت اللجان دي تبقى معروفه ومتسابه كده؟ لا بصي ما كانش في الرقابه الصارمه اللي احنا عملناها دي. يعني انا مثلا ركبنا كاميرات في اللجان دي. غيرت رئيس اللجنه كل ماده في الاسبوع الاخير اللي بعد العيد، كل مره امتحان واحد ويمشي ويجي غيره، واخد بال حضرتك؟ بعتنا لجان من المركزيه تروح تيجي تطب فجاه على اللجان دي، تنشط اللجان وتدور على الموبايلات. اعتقد كل ده انا مش عايز اقول لك ان هو خلى يعني اهالي الناس دول بداوا يعني بقوا زعلانين جدا، ووجود الوزاره وزعلانين. طب انا اعمل لكم ايه؟ انا راجل بكافح الغش عشان احقق كفه الكوره. فالحمد لله استطيع كده بكل طمانينه ان انا اقول ثانويه عامه بلا تسريب نهائي وبلا غش جماعي. وفي نفس الوقت برضو عايز اقول لحضرتك غش جماعي دي يعني المدرسه كلها بتغش، لكن ممكن الاقي لجنه صغيره كده بينقلوا من بعض. ده اللي بقول عليه تطابق، وانا عندي لجنه
تنزلها تدور على الاجابات متطابقه ولا لا، واذا رصدت ان الاجابات متطابقه هيحرم الطلبه بتوع اللجنه الصغيره دي اللي كنت تعاب ايضا. الكاميرات اللي في اللجان دي يا فندم في بعض اللجان؟ طبعا الكاميرات دي ركبناها في الثلاث محافظات، في المدارس اللي في ثلاث محافظات او اللجان. ان شاء الله طلبت المديريات النهارده تفرخها على سي تي وتجن علشان الشؤون القانونيه ايه تستفيد بيها في التحقيق مع الولاد. اه لكن ده مش هيكون نظام هيعمم. لا لا انا عاملها يعني في اللجان اللي فيها توتر بس. اه بتكون معروفه يعني من الاول. اه في عندنا لجنه من مركز قضاء امتحانات مع الـ مع الـ مع مكاتب المستشارين بيمروا بيقعدوا بقى اثناء التصحيح في ضبط بيسموها كده ضبط جوده التصحيح علشان ياكدوا ان التصحيح ماشي على ما يرام. عايز اقول لحضرتك ان احنا نجحنا في التسجيل، لكن صفحات الغش كانت اقول لك ايه بتلاعب اولياء الامور والطلبه تنزل له اسئله بالليل وتقول له هي دي اللي جايه ابعت اشحن كارت وهكذا. عايز احذر من حاجه مهمه جدا، ممكن يكون في نصب. نصب طبعا نصب. لكن في حاجه بقى جديده هتتعمل اهو بقول لحضرتك عليها اهو. اتفضل. بداوا يقولوا للولاد اللي عايز يغير نتيجته في الكنترول يدفع فلوس لنا على الرقم الفلاني او على الموقع. مين اللي بيقول لهم صفحات الغش؟ صفحات الغش. انا بقول لحضرتك اهو احنا عندنا الكنترولات ما بتشتغلش بالانترنت، فاذا هو لن يستطيع ان يخترق عن طريق الداتا. انا بوجه دي رساله مهمه. اه طبعا. انا بقول اهو مره ثانيه الكنترولات لا تعمل بالانترنت. احنا الكنترولات جواها دوائر مغلقه مع نفسها فقط. لكن ما بتشتغلش بالانترنت. وبالتالي اللي يدعي انه هيدخل على الانترنت ويخترق النت ويخترق الشبكه والكلام ده كلام عاري من الصحه عشان خاطر يعني تهدى ومحدش يبتز ولا يتصب عليه. نعم. انا حبيت اقولها واكد عليها علشان دي موجوده وعندي صفحات الامن بعتها لي. واخد بالك؟ نعم. تمام. نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانويه العامه. ربما تكون هذه الاجراءات اللي اتخذت في هذا العام طبعا لم تنتهي تماما يعني حالات الغش والمشاكل اللي كنا بنشوفها بقالنا كام سنه الحقيقه، لكن في تراجع مهم في الارقام. ربما يكون ده هيؤدي لتراجع المجاميع السنه دي في الكليات وفي التنسيق. دي طبعا حاجه هنتابعها ونشوفها يعني قدامنا وقت قليل على بال ما نشوف تأثير هذه الإجراءات على مجاميع الكليات هتكون عاملة ازاي. ننتقل لخبر آخر وحملة بتطلقها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، حملة توعوية بعنوان السنين الأولى بتفرق علشان تأكد أهمية السنوات الأولى في عمر الأطفال ودور الآباء والأمهات إن هم يهتموا بهذه الفترة العمرية. وزارة التضامن بتقوم بتنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال تخصيص 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات في المرحلة الأولى. هيتم التوسع في إنشاء نوعيات جديدة من الحضانات لرفع نسبة التغطية والإتاحة للأطفال. كمان الوزارة هتبدأ صرف معاشات شهر يوليو في مواعيدها المقررة شاملة الزيادة اللي تقررت اعتبار من يوم الحد اللي هو النهاردة أو أول الشهر بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 625 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيه. بينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمد العقدي متحدث باسم وزارة التضامن. مساء الخير يا فندم. أستاذ محمد مساء الخير. طيب يعني انقطع الاتصال بيه استاذ محمد، قد نعود اليه بعد قليل. على اي حال خلوني يعني اقول لحضراتكم بعض التفاصيل المتعلقه بالمعاشات. تكلفه الزياده الجديده اللي المفروض تطبق اعتبارا من النهارده هتتحملها الخزانه العامه بقيمه 24 مليار جنيه سنويا. وقالت انها قالت كمان انه تم زياده الحد الادنى للمعاش من 500 جنيه ل 750 جنيه شهريا. هترتفع المعاشات بنسبة 23% واللي هيستفيد من هذه الزيادة 3 مليون صاحب معاش، وال 3 مليون دول بيمثلوا 43% من أصحاب المعاشات، لكن بيزيد معاش 4 مليون مستفيد بنسبة 15%. يعني الحقيقة انه هي متقسمة شرايح،
3 مليون صاحب معاش معاشاتهم هترتفع 23%، 4 مليون صاحب معاش معاشاتهم هترتفع 15%. مرة أخرى بينضم إلينا أستاذ محمد العقبي متحدث باسم وزارة التضامن. مساء الخير يا فندم. أستاذ محمد مساء الخير. طيب انقطع الاتصال مرة تانية، نحاول نوصل له مرة تانية. زي ما قلت لحضراتكم نتكلم على التضامن وحملة السنين الأولى بتفرق. قد نعود لأستاذ محمد في وقت تاني. رجع لنا آخر مرة أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ دينا، اهلا وسهلا بحضرتك. متحدث باسم وزاره التضامن، اهلا وسهلا بحضرتك. خليني ابدا مع حضرتك في البدايه بزيادات المعاشات. يعني بنتكلم على ارقام وزياده يعني هيحصل عليها اصحاب المعاشات ابتداء من النهارده يا فندم، مظبوط؟ بالظبط يا فندم. اولا بحيي حضرتك وبحيي الساده المشاهدين. بالفعل النهارده كانت بدايه صرف المعاشات التأمينية بالزيادة الجديدة المقدرة اللي كانت 15% بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 625 جنيه ونص، وتم رفع حد الأدنى للمعاشات ل 750 جنيه. بالفعل النهاردة كانت طبعا حضرتك عارفة أجازة رسمية، وكانت متاحة المعاشات لأصحاب المعاشات من خلال الاي تي ام أو ماكينات الصرف الآلي. من بكرة إن شاء الله هتكون متاحة من خلال مكاتب التأمينات، ويعني في اعداد كبيره جدا من اصحاب المعاشات يمكن هم يحصلوا على معاشاتهم بكره ان شاء الله في المكاتب المختلفه، وهي عددها ما يقترب من 5500 منطقه تامينيه ومكتب تاميني. تقدر اي حد من اصحاب المعاشات ان شاء الله معاشه موجود بكره من بكره. باقي اصحاب المعاشات هيكونوا من خلال البنوك، وده هيكون ان شاء الله بدايه من يوم 10 يوليو. طيب يعني عايز اعرف، يعني خلينا نضرب كده امثله يا فندم عشان تبقى المعلومه سهله وكل واحد يعرف اللي بياخد كام هيبقى بياخد كام بعد الزياده. دلوقتي مبدئيا الحد الادنى بقى 750 جنيه، يعني اقل معاش في مصر 750 جنيه. بالظبط يا فندم. عايز اقول لحضرتك من الصعب ان احنا نقدر نقول حاله حاله، لكن نقدر نقول لا مش حاله حاله، هندي بعض امثله جدا تقدر الناس تستفيد منها. ان في حوالي 3 مليون صاحب معاش معاشهم هيزيد بنسبة 23%. اتفضل يا استاذ. حضرتك ازاي؟ يعني 3 مليون صاحب معاش معاشهم هيزيد بنسبة 23%، ودول بيمثلوا 43% من أصحاب المعاشات بشكل عام. قيمة طيب الفئة دي من كام لكام؟ يعني نقدر نقول كده من كام لكام الفئة دي اللي هتزيد 23%؟ يعني صعب إن أنا أقول لحضرتك من كام لكام. طيب طيب لكن هو هيعرف لما ياخد يعني يحصل على المعاش هيعرف الزياده. في 3 مليون صاحب معاش بكره معاشاتهم هتزيد تقريبا الربع. طيب وفي 4 مليون تانيين معاشاتهم هتزيد 15%. هتزيد على الاقل 15%. على الاقل 15%. مع انه الحد الادنى اصبح من 500 ل 750. بالظبط، ودي زياده تمثل 50% من قيمه المعاش. 50%. طيب عايز انتقل تكلفه الزياده تقريبا 24 مليار، ده ما ستتحمله خزينه الدوله سنويا نتيجه هذه الزياده، لان الزياده مش هتدفعها صناديق التامينات، بينما هيتم دفعها من خزينة الدولة. طيب الحملة يا فندم اللي أطلقتها وزارة التضامن يعني السنين الأولى بتفرق، هي موجهة لمين هذه الحملة؟ الآباء والأمهات؟ اولا احنا شوف حضرتك يعني المفارقه ان احنا نتكلم في نفس المداخله ما بين اصحاب المعاشات وكبار السن، ونتحدث ايضا عن الطفوله المبكره. وزاره التضامن الاجتماعي كما تولي اهتمام شديد جدا باصحاب المعاشات والمستفيدين منها، بتولي اهتمام جدا بفكره الطفوله المبكره. واحنا مش على بس الحمله دي، هذا الملف ليه عندنا اكثر من محور. في محور يتعلق بتطوير الطفوله المبكره في ملف الحضانات، احنا عندنا مشروع كبير جدا في تطوير الحضانات، وبدأنا بالفعل بتقييم 6000 حضانة في 6 محافظات، وإن شاء الله هتبدأ الفعاليات والخطوات التنفيذية لتطوير الحضانات خلال الأيام القادمة، وبنقدم قروض من بنك ناصر لتأسيس حضانات جديدة. عندنا ملف تاني على محور التغذية، وهي تغذية الألف يوم الأولى، لأن دي الثلاث سنوات الأولى اللي بتتشكل فيهم قدرات الطفل الجسدية والنفسية والفكرية. نعم.
المحور الثالث هو محور له علاقة بالأسرة، ان احنا بنحاول نوعي الأسرة من خلال هذه الحملة، وخصوصا الأب على الدور المهم اللي لابد ان تلعبه الأسرة في مرحلة الألف يوم الأولى او السنوات الثلاثة الأولى، لان هذه السنوات زي ما هو شعار الحملة السنوات الأولى بتفرق، هذه السنوات الأولى بتفرق في تنمية الطفولة وتعزيز الصحة البدنية والفكرية والنفسية للطفل، علشان يقدر يعني يقدر نبني على الأجيال اللي جاية. لابد ان احنا نهتم بيهم من كل الزوايا، بتغذيتهم، بعلاقتهم بأسرتهم، بقدراتهم الذهنية، بقدراتهم الفكرية، بان احنا نضمن هذه الأجيال هي أجيال قوية ذات قدرات عقلية ونفسية سليمة، وأيضا قدراتهم الجسدية على أعلى مستوى. طيب اللي هيكون في تعاون بين الوزارة وبين اليونيسيف سواء فيما يتعلق بالطفولة المبكرة يعني كبرنامج عموما وتطوير الحضانات؟ فيما الحضانات هي محور مختلف عن الحملة بتاعة السنوات الأولى بتفرق، التعاون المباشر مع اليونيسيف هو في ملف السنوات الأولى بتفرق اللي احنا هنطلقه بكرة إن شاء الله، وبنركز فيه على دور الأب في الأسرة. دور الأب تحديدا؟ يعني هو طبيعي دور الأم هو أمر طبيعي ومعروف، لكن الجديد في هذه الحملة أنها بتحاول توصل أن هناك شراكة ما بين الأب والأم في رعاية الطفل، أنه مش دور الأب زي ما بعض الناس في بعض الأسر يتخيلوا أن دور الأب بيبدأ مع الطفل لما يكبر شوية ويبقى في مرحلة المراهقة أو بداية المراهقة، لا، إحنا عايزين نأكد على دور الأب من بدري وبداية بالظبط منذ الميلاد. دي فكرة كويسة أوي. كويس قوي كويس قوي. طب آخر سؤال، يعني هتوصلوا للفكرة دي إزاي؟ طريقة التوعية للآباء هتكون إزاي؟ عن طريق بالفعل شركائنا في اليونيسيف عندهم تصور إن إحنا بالفعل استعنا بأحد سفراء اليونيسيف وهو الفنان أحمد حلمي، وتم بالفعل تسجيل فيديوهات من أحمد حلمي بيوعي فيها الآباء وبيوعي فيها أفراد الأسرة بإنه إزاي نتعامل مع أطفالنا ونهتم بيهم ونسمعهم ونلعب معاهم ونهتم بتغذيتهم ونزود مساحة دور الأب في الأسرة. تمام، وضحت الفكرة وبشكرك شكرا جزيلا محمد العقبي متحدث باسم وزارة التضامن. ننتقل للرياضة والأهلي تحديدا، الجهاز الفني للأهلي عقد مؤتمر صحفي النهاردة بمقر النادي في الجزيرة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرو لشرح رؤية الجهاز لفريق الكورة خلال الفترة المقبلة بعد اختياره طبعا لتدريب النادي. خلال المؤتمر الصحفي عبر عن سعادته انه موجود في مصر، عبر عن سعادته بالكره الافريقيه وانه موجود في نادي بحجم النادي الاهلي، وقال انه في يعني طلبات طلبها من اللاعبين في اول اجتماع ليه، وهو انهم يحققوا نتائج جيده، يفوزوا بالمباريات والبطولات ولا تراجع عن هذا الامر. يعني ده طبعا الطلب اللي بتطلبه كل جماهير الكوره. عن تغيير طريقه لعب الفريق، المدرب قال انه ممكن يغير طريقه اللعب خلال المباراه الواحده وفقا لسير اللقاء، وقال انه ما زال في انتظار عوده اللاعبين الدوليين لمعرفه يعني اوضاعهم من حيث الاصابات او غيره، وبالتالي بعد كده ممكن انه يعني يحسم رايه ويكون عنده رؤيه اكثر وضوحا. خلونا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لباتريس كارتيرو. استعدادا للموسم الجديد، عقد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مؤتمر صحفي للاعلان عن خطة واستراتيجية الفريق للبطولات المقبلة واللي هتبدأ بمعسكر خارجي بكرواتيا. المعسكر طبعا هيبتدي من بكرة على طول فور وصولنا، هيبقى فيه طبعا طبقا لرؤية مستر كارتيرون كان عايز يعمل تمرين مسائي يتخللوا مباراتين مهمين جدا مع رابع الدوري الروسي فريق كراسنودار، دي هتبقى يوم 9 والمباراة الأولى يوم 6 مع بطل الدوري السلوفاني، بطل وكاس الدوري السلوفاني. المباراتين دول هم بشكل كبير جدا طلبهم مستر كارتيرون من خلال المعسكر على أساس إن هو يقف على حالة اللاعبين كلهم. C'est les trois thèmes que j'ai donné à mes joueurs depuis que je suis arrivé.
en 1 les résultats, en 2 les résultats et en 3 les résultats. Le reste quand on est à la ligue, c'est de la parlotte, on parle pour rien. الجهاز الفني أعلن أيضا عدم التفريط في أي لاعب بسبب مشاركة الفريق في أكتر من بطولة. الناس موجودة معانا وشكل الفرقة موجود معانا، لأن مش هنقدر نفرط في أي لعيب، لأن عندنا منافسة على بطولات كتيرة جدا. النادي الأهلي غني بلاعيبته، النادي الأهلي عنده يمتلك من أحسن اللعيبة الموجودين، مش هقولك في مصر بس، في أفريقيا والعالم العربي كلها. عندنا ثقة كبيرة جدا في كل اللعيبة اللي موجودة، إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق مع الفرقة مع الجهاز الجديد. معنا حراس مرمى كبار جدا على مستوى عالي، يمكن شريف الشناوي وعلي لطفي، والنادي الأهلي دايما بيشتغل من خلال المنظومة ومن خلال المجموعة، فأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا نكون جزء من هذه المنظومة، إن شاء الله نشارك في انتصارات النادي الأهلي الفترة الجاية إن شاء الله. بداية موسم كروي بجهاز فني جديد للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللي بيسعى لتحقيق طموحات الجماهير الأهلاوية في التتويج بالبطولات. هشام الرباط، هنا العاصمة. من الرياضة إلى الموسيقى، وبالأمس رحل موسيقار كبير، الموسيقار ميشيل المصري. ميشيل المصري ترك لنا تراث موسيقي كبير، منه تترات لأعمال فنية الحقيقة خالدة. هو مؤلف تتر مسلسل ليالي الحلمية، واحد من أشهر تترات المسلسلات المصرية والعربية أتصور على مر التاريخ. تتر ما بيقدمش، تتر مش ممكن تسمعه وما تكملوش من نفسك من شهرته ومن جمال هذا التتر. الحقيقة ميشيل المصري قدم موسيقى تصويرية والألحان لعدة أعمال، منها غلاية حلمية طبعا، من الذي لا يحب فاطمة، عائلة الحاج متولي، مسلسل الفنار. شارك بالعزف مع كوكب الشرق أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة، وهي بتقدم الحقيقة أغنيات يعني من أساطير ورموز الأغنية المصرية، زي أغنيات غدا ألقاك، من أجل عينيك، ويوم سهرني، وليلة حب. كمان عزف مع فيروز ويا الرحبانية، وكان له مؤلفات موسيقية عديدة. اتولد في القاهرة سنة 33 ورحل أمس بعد صراع مع المرض. نستمع لهذا التقرير عن الموسيقار ميشيل المصري. موسيقاه بها حنين وإرث مصري خالص، ودنياه عاشها لأجل الفن والتلحين والتوزيع، فأثرى آذاننا بأكثر من 100 عمل موسيقي تنوع بين الموسيقى التصويرية وتترات المسلسلات والأفلام والأوبريتات الغنائية. إنه ميشيل المصري الموسيقار الذي عشق الفن رغم معارضة والده، فالتحق سرا عام 1948 بمعهد ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة بالقاهرة لدراسة الرسم، ومن ثم التحق بعد ذلك عام 1949 بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. وضع الموسيقى التصويرية والألحان لعشرات المسلسلات التلفزيونية مثل ليالي الحلمية. يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع. من الذي لا يحب فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ لو فاطمة طائت نور وحنان. عائلة الحاج متولي. كما وضع الموسيقى التصويرية للجزء الثالث من المسلسل الديني الشهير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وكان للمصري الكثير من تترات الأفلام السينمائية كالقضية رقم 1، وتمضي الأيام، وبالأمس كتب الموت تتر النهاية لميشيل المصري ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ليبقى اسمه خالدا بأعماله الفنية الثرية. طارق أحمد، هنا العاصمة.
عنا ميشيل المصري بينضم الينا على التليفون. دكتور او الناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي، مساء الخير يا فندم. اهلا بينا، مساء النور. يعني خليني اسمع من حضرتك، ماذا تقول في رحيل ميشيل المصري استاذ طارق؟ الحقيقه ميشيل المصري حاله ابداعيه خاصه جدا، واثبت انك انت بدون بريق بدون اضواء لما بتكون حقيقي واصيل بتخش في الوجدان، فقدان المصريين، وانغامك او ابداعك بيظل هو الوحيد المعبر بقوه عنك. ميشيل لم يكن فنان ميديا، ومع الاسف الميديا بتشكل 90% من تقييمنا للامور. انك فيها متواجد في الصحافه، في الاذاعه، في التلفزيون، وذات مع الانتشار الفضائي، هو الحقيقه خاصم كل هذه الاجهزه. طب هذه النقطة يعني تستحق التساؤل استاذ طارق، ليه ما اخدش حظه من الاضواء والشهرة والميديا؟ كلنا مقصرون، وانا يعني بعتبر نفسي واحد من المقصرين طبعا، لانه المفروض ان احنا اللي نطرق الباب، واذا حتى لقينا الباب مقصد نكتب عنه ونتكلم عنه وهو حي يرزق بيننا. لكن في القليل النادر، وانا يمكن يعني مش بحاول ان انا ابرر او ادافع عن نفسي، احيانا كنت بكتب، لكن قليل قوي قوي عن ما قدمه ميشيل المصري. يعني قليل، هذا الرجل كان يستحق اكثر من كده. في ناس طبيعتها تكوينها الشخصي ما بتحبش الاعلام، وانا قابلت في طوال رحلتي كتير من يعني محمود الشريف الموسيقار، محمود مرسي صحيح الفنان الممثل العظيم، دول لو انت ما عملتش حد منهم، لان يعني طبعا في فتره زمنيه، ولكن كان صعب قوي. يعني ممكن انا بشكل شخصي كنت بقعد معاهم، ولكن كان بيبقى في حاجه بعد كده، ده مش للنشر. يعني حتى عندما يسمحوا بالاقتراب بيبقى ده مقترن بانه لا يتحول الى منشط او الى خبر اللي هو بيقوله لك. فدي تكوين شخصي، لكن ده لا يعني انه ان احنا ما نتكلمش عنهم، ما نكتبش عنهم في حياتي. يعني برضو كلنا مقصرون في تقصير، وانا لا اوفي يعني نفسي من المسؤولية قطعا قطعا. يعني ايه اهمية ووضع ميشيل المصري في الموسيقى التصويرية، في الالحان، في الموسيقى المصرية؟ صحيح وانه زي ما حضرتك بتقول كان غائب عن الاضواء وعن شهرة، لكن مجرد يعني اجزاء التترات اللي استمعنا اليها دلوقتي بتقول كتير. بص، لما مثلا من سنتين لما اتعرض ليالي الحلمية الجزء السادس، ايوه، هوجم المسلسل بدراوة بدراوة كويس كعمل درامي. تخيلي انه لما جاء عملوا احصائية عن افضل ستر، يعني مسلسل اساسا الناس رفضاه، لكن لما جاء سلام عن افضل تتر لتتر اتعمل سنة 87، تكلمنا على 30 سنة فارق بينك وبينه، ياخد المركز الاول، يظل هو الافضل بعد 30 سنة. هو خد كتتر المركز الاول، معناها ان كان هناك شيء عميق جدا في هذا العمل الفني جعله يقفز فوق السنين ويتحدى السنين ويظل مضيئا. يعني كان هو الإضاءة الوحيدة في الجزء السادس اللي هو رجع من الزمن القديم، رجع من 30 سنة عشان ميشيل المصري وعشان سيد حجاب اللي هو كتب الأشعار وعشان محمد الحلو ربنا يديله العمر كصوت، إن الثلاثة هم اللي كان لهم بريق، هم اللي كان لهم حضور، هم اللي حسسوا الناس بليالي الحلمية. هو ما كانش، بصي، في نوع من الملحنين والمبدعين عموما يعرف من اين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا، ويعرف يقرر النجاح. يعني مثلا يعني ثروت من الاغاني القليله اللي هي الناس حبتها وكان فيها خفه دم، كان مين ما يحبش فاطمه؟ ايه اللي خلاه يفكر ياخد ثروت ارتبط بالاغاني الغناء الوطني؟ لكن هو شوفي ونجح له اغاني وطنيه واغاني دينيه كتير بالمناسبه، ولكن لما فكر ميشيل يستخدمه في نص اجتماعي فكر في صوته وفعلا عمل لمحه مغيره. في ناس بقى لما بينجح العمل الفني تكرره بتنوعات اخرى، واكيد شركات الانتاج في مصر لما بينجح غنوه او ينجح تتر على طول يحاولوا التعاقد مع المبدع. لكن هو تركيبته اظن، انا لا ادعي ان انا اقتربت منه، ويمكن حتى ما كانش في بينا اي مكالمه
تليفونية، هو واضح ان هو لا يستثمر شيء، هو الح عليه احساس يقدمه، غير كده لا يستثمر النجاح. عشان ما تلاقيش في تشابه من اي حاجه هي مثل مناطق اخرى، يعني حد متولي موسيقى خالصه، موسيقى فقط صح، لعمل التتر فيها نبض الشخصيه وعمقها، نبض الحد متولي. فشوف قد ايه فكر ارى النص وشاف انه العمق هو في الحته دي، شخصيه الحد متولي متسامحه مع الحياه، شايفه ان هو صح، بيحب الدنيا، بيحب الستات، بيحب السعاده، نعم، وضارب عرض الحائط بكل شيء. هو قدر بين الموسيقى كل اللي انا بقوله ده بكلمات جوفاء قدر يعبر عنها بابداع وبجمال. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق الشناوي الناقد الفني والسينمائي، وطبعا هو الإحساس زي ما قال الأستاذ طارق هو اللي بيفضل موجود في كل عمل فني قدمه ميشيل المصري حتى في تيتر زي ليالي الحلمية من 30 سنة. خلونا نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام مختتمين بفقرة الأخبار، ثم نعود مرة أخرى والفقرة الحوارية الأولى عن الرياضة وتحليل لمباريات كأس العالم مع كابتن عصام شرتوت بعد الفاصل. ثمانية عشر عاما مرت على حلم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل لتشهد المدينة التي تحمل اسمه تخريج دفعتين في احتفالية ضخمة شهدت حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة. احنا الجامعة بتاعتنا مش مبنية على كليات والأقسام، مبنية على برامج أكاديمية بينية حديثة بتواكب أحدث ما توصل إليه العلم، مزيج ما بين العلوم والهندسة. فالطريقة اللي الطلبة بتعلموا بيها بتحفز لهم وبتساعدهم على الابتكار، وبتساعدهم أيضا إن هم بينضموا للبحوث من البداية. ده كان طبعا حلم الدكتور أحمد زويل الله يرحمه، وإحنا كلنا طبعا كنا محبذينه جدا، ودلوقتي ماشيين وراه لأن الحلم لازم يستديم. احنا دلوقتي في النانو تكنولوجي كل حاجة جديدة، يعني امريكا واحنا بنبص على نفس الشيء. في هذه الايام يودع الطلاب جامعة زويل بعد اكتمال سنوات الدراسة، وكل منهم يذهب في طريق يدينون للراحل الدكتور احمد زويل بالامتنان والفضل. انا عايز اشكره على الفرصه اللي هو وفرها لي ان انا اتعلم في مكان بالشكل زي جامعه زويل، وفر لي تعليم كويس، وان شاء الله يعني ندرك الجميل بان احنا نعمل حاجه لمصر. انا قسم العلوم الطب الحيوي، عايز اطلع بره في المستشفيات، عايز انزل اشوف ايه المشاكل اللي موجوده في كل مستشفى من ناحيه بقى الادويه، من ناحيه الاجهزه، من ناحيه كل حاجه، واوصل بالبحث العلمي لكل مشكله من المشكلات دي ان انا الاقي لها حل، وان انا ابدا اطبقها في الصناعه ونطور من المنظومه الصحيه في مصر ان شاء الله. بعد ما خرجت على طول انا عملت الشركه بتاعتي ماجيك يولز. ماجيك يولز هي عباره عن شركه بحثيه، انا بنحاول ننقل الوعي بتاع البحث العلمي للمجتمع المصري. بعد التخرج ان شاء الله ناوي اكمل دراسات، انا قدمت في جامعات بره ان شاء الله، وناس كتير عملت كده، وبنقبل كلنا ان شاء الله، لان احنا جامعيه قويه وعندنا في السي في حاجات تقيله عملناها في الجامعه، الجامعه كانتش الدراسه فيها سهله. فعلا عندنا في الجامعه طريقه التدريس هو انه دايما كل كورس او حاجه لازم يبقى اخره مشروع بيلم كل اللي خدناه في الكورس، فهي مش دايما امتحانات بس، فالمشاريع دي بتخلينا يعني نعرف نطبق الحاجه اللي احنا خدناها على ارض الواقع فعلا. تقدم الدول يرجع إلى قوتها العلمية والتكنولوجية، تلك هي توصيات الدكتور أحمد زويل لإعداد جيل حامل لراية العلم. زينب شبل، هنا العاصمة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، وهذه الفقره تحليل لمباريات كاس العالم النهارده، ونظره على الاداء وعلى المباريات عامه، توقع كمان للمباريات المقبله. ضيفنا هو الناقد الرياضي كابتن عصام شلتوت، وهو ايضا رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك استاذه وكل مشاهدي سي بي سي. يعني تابعنا النهارده الحقيقه مباراتين كبار مختلفين، فيهم اثاره كبيره النهارده في مفاجاه ثانيه، اسبانيا خرجت على ايد روسيا. انتهى الوقت الاصلي 1-1 لكل فريق، وبعدين وقت اضافي، وبعدين ضربات الجزاء 4-3. كمان دلوقتي كرواتيا والدنمارك بيلعبوا واتجهوا ايضا لشوط اضافي
اول والنتيجه واحد واحد. شايف حضرتك ازاي يعني انه النهارده يوم واحد يشوف مباريتين نتجه فيهم للوقت الاضافي وربما كمان لبنالتيز؟ شوفي تقريبا هو نفس المنعطفات اللي احنا بنعيشها عايشها مدارس كرويه اخرى بدءا من الالمان اللي خرجوا من الدور الاول في وعكه غريبه جدا. على فكره ولا رئيس الاتحاد انتحر ولا مجلس الشعب قدم مذكرات ولا اي حاجه، لانهم عارفين هيبنوا تاني ازاي القواعد اللي بنوها في العام 2001 واستمروا عليها، ومن ثم هيدرسوا كل الاخطاء لدرجه انهم جددوا اللوف. اسبانيا مع الكبار او ما تبقى منهم زي الجيل بتاعنا ابو تريكه واحمد حسن لما استنزفنا يعني ذرات البقره حتى اتينا على الحليب واتت بدماء، وبالتالي عايزين نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان انتصرت المدارس الاكثر استعداد، ولو ان الفرق اللي عندها باور زي كرواتيا والدنمارك اللي حضرتك بتتكلمي عنهم في شوطهم الثالث ورايحين على الشوط الرابع الا لو حد حسم، بيعانوا فكره الاداء البطولي في المرحله الاولى او بدايه المجموعات، ومن ثم حصل لهم هبوط. الاسبان ايضا فقدوا بريقهم لما استمر جيل قديم، رغم ان هي مدرسه بنت نفسها من فترة طويلة قربت ال 12 سنة لما قرروا يبقى عندهم كورة تماثل أوروبا مش بس برشلونة وريال مدريد. وبالتالي أعتقد أن كأس العالم رايحة للأكثر استعداد ومنطقية، يعني النهاردة مباراة الأقوياء بدنيا كرواتيا والدنمارك هتفرز احد الفريقين. فريق روسيا ايضا هو فريق يعتمد على جماهيره لكن عنده باور غير عادي، زي ما كنا بنقول عليهم زمان اوروبا الشرقيه كان عندهم مصانع للياقه البدنيه اللي هي جيمات، وحتى كانت من الاسرار الغريبه في شرق اوروبا يعني. وبالتالي نحن نحتاج لدراسه كل اللي بيحصل ده، ولا احد يمكن ابدا ان يصدق ان ما نحتاجه الان هو بدائل للاعبين او جهاز مختلف او حتى اتحاد كوره اخر. طيب انا هاجي تاني يعني لنسقط كل اللي بنتابعه على الكوره في مصر، لكن خليني اتابع واحده واحده مباريات النهارده على سبيل المثال. خروج اسبانيا يعني، والبعض بيقول انه ده مونديال اصبح مونديال خروج الكبار، المانيا من الدور الاول بعدين الارجنتين البرتغال دلوقتي اسبانيا، ايطاليا اصلا لن تشارك في هذه المنافسه اساسا وهولندا بالظبط. بالتالي يعني المونديال اللي بيشهد خروج فريق كبير وراء الاخر، اسبانيا النهارده كانت مفاجاه، ولا يمكن اسبانيا تحديدا المنتخب كان ليه ظروف يا كابتن انه المدرب يعني مدير الفني دي واحد جديد قبل البطوله ب 24 ساعه. صحيح، بس شوفي هم بيعالجوا امورهم ازاي. لم يتواكلوا ولم يعني تربكهم الصدمه فيقرروا مثلا الاحتفاظ بالراجل ثم يحاسبوه. حتى قالوا جمله عبقريه اتحاد الكوره الاسباني، العلم والفريق والنظام اولا، وبالتالي مشوار البطوله طبعا. سحبوا الراجل اللي تعاقد مع ريال مدريد دون ابلاغ، يبدو ان عنده حس عربي زينا شويه، وبالتالي راحوا شايلينه وتذكره فورا يعود بيها، مش بس يقعد يوم او يومين في اول طياره تقريبا يعني واحنا كنا هناك، وبالتالي بعتوا هيرو واحد من نجوم كره القدم الكبار، واللي هو ما كانش يستطيع لملمه اكثر مما فعل، لانه القصه كلها انه فعلا اسبانيا لم تنتج نجوم في الاربع سنين اللي فاتوا يعوضوا فريقهم السابق. ومع ذلك المباراة دي يا كابتن يعني هل نقدر نقول ان روسيا نجحت انها يعني تجر اسبانيا لركلات الجزاء؟ اسبانيا كانت اكثر سيطرة اكثر استحواذ. ده اللي اشتغلوا عليه، برافو علي حضرتك، ده اللي اشتغل عليه، الباور مقابل فكرة الذكاء والموهبة، وبالتالي طبعا حماس جماهيري غير عادي، وبالتالي قدر الراجل المدير الفني بتاعهم ان يشعل حماسهم مع كل لحظه، يعني الملاحظات العاديه حتى من التلفزيون ان الراجل بيقوم عشان يقول لهم يعني جو بويز، يعني مش فكره العب هنا والعب هنا، بيحمسهم ويشجعهم بالظبط علشان يفضلوا في حاله صمود وثم محاوله لاختراق الدفاع الاسباني. طبعا المصريين بين سعداء لان راموس طبعا تسبب في اصابه فرعوننا الذهبي مو صلاح، فالناس يعني سعدة لخروجه رغم ان احنا بنحب الكرة الاسبانية لكن بقينا من كراه راموس كرويا طبعا يعني. وبالتالي هي مفاجأة، وحضرتك حطيتي عنوان مهم قوي انه هذا هو مونديال خروج
الكبار على الاقل حتى دور الستاشر اهو. لكن دي كمان في الكرة مش هتبقى صدمة لان المستويات ما بتقعش، بل على العكس تؤكد ان كرة القدم حول العالم مدارسها قد تتغير ومنهجيتها قد تتغير، لانه الفكرة فكرة توليد بشر ورا بعض او اجيال ورا بعض، اللي بيتوقف عن فكرة التوليد هو اللي بيقع في المحظور ايا من كان كبيرا. ده اللي حصل للطلاينة وده اللي حصل للهولنديين على فكرة. انيستا الحقيقة منذ قليل اعلن اعتزال اللاعب الدولي بعد خروج اسبانيا، لانه الناس دي بتحترم تاريخها اولا، واعتقد ان ميسي هيبقى في نفس الطريق، لانه ميسي مثلا لما اعتزل اللاعب الدولي هناك مقامرة صغيرة بالنسبة للنجوم اللي هم السوبر كلاس، لانه معنى عدم لعبه دولي في مباريات فريقه سواء تصفيات كوبا امريكا الارجنتين لما تلعبها في قادم الاحوال معناه السبونسرشيب والحاجات دي ممكن يبقى ليها نظر، لكن مع تاريخ ميسي لا اعتقد انها هتقلل من تاريخه. انيستا كده كده اعتزل اللعب الدولي وقد يذهب الى احد البلدان اما امريكا او الصين اللي هي بتجلب النجوم الكبار لمزيد من الاثاره في الدوريات بتاعتها يعني. طيب يعني البعض بيقول ان احنا بعد خروج اسبانيا احنا كده كده هنكون امام نهائي تاريخي، اما انه هيكون في فريق لاول مره يشارك في النهائي او انه هيكون في مشاركه للانجليز لاول مره من 52 سنه والسويد لاول مره اعتقد ايضا من حاجه و30 سنه. وارد جدا طبعا، لكن فده نهائي تاريخي يعني النسخه دي هتكون فيها نهائي تاريخي. النسخه دي هتكون طبعا نهائي تاريخي، لكن لو وصل الانجليز والبرازيل مثلا مش هيبقى تاريخي قوي، هو هيبقى ربما في نوع من العوده الانجليزيه، لكن انجلترا لعبت نهائي كاس العالم سنه 66 وطبيعي جدا انها تبقى متواجده في النهائي ولو حتى قياسا بدوريها الاهم والاشهر على مستوى العالم. لكن المفاجآت او ام المفاجآت ان تصل واحده من المدارس الكرويه، واوروجواي صعب التاريخ حتى في النهائيات، لكن ان تصل بعد سنوات طويله زيها زي الانجليز مش هتبقى المفاجاه الصادمه. المفاجاه الصادمه ان واحد من الفرقتين اللي بيلعبوا النهارده تلاقيه قفز للنهائي مثلا، او تلاقي او سويسرا او سويسرا، وبالتالي دي ام المفاجآت زي ما بنسميها في عالم كرة القدم يعني. لكن ايه توقعات حضرتك للفاينل؟ انا الحقيقة توقعاتي يعني غير المرئية، البرازيل طرف في النهائي، البرازيل قدمت نفسها على افضل ما يكون، البرازيل معها مدير فني عبقري قدر يصل للاعبين مديرا فنيا واب وصديق، وده مهم جدا في كرة القدم التي تخلق روابط إنسانية. دي أي متابع لكرة القدم لازم يلحظها، وأنا بقول لجماهيركم أهو لما يلاقوا الفرقة لما بتجيب جون بتنطلق بحب وابتسامة صوب المدير الفني أولا حتى قبل زملائهم، لأنه معنى كده أن المدرس ده، لأنه مهما كان حتى لو نيمار حتى لو بيليه الملك الأعظم لابد له أن المدرس يضيف له دائما حتى لو رونالدو حتى لو أي حد. كنا بنشوف ده مع مانويل جوزيه طبعا، لأنه لما بيقول لهم على حاجات وبينفذوها بيلاقي نفسهم واو، وبالتالي بيروحوا للمدرس للأخ الكبير للأب أحيانا جنب طبعا أنه كواليفايد فنيا. وبالتالي البرازيل شبه طبعا ضمن مكان، لأنها كمان لو حضرتك لاحظتي وكل جمهورنا المحترم هي ارتفع المستوى معها من مباراة لأخرى في الدور الاول ثم ادت المكسيك درس، لانها لما لعبت المكسيك لعبت ثلاث مباريات غير عاديه في فكره الباور برضه. وبالتالي المدارس الكبيره هي التي تستطيع الوصول للقمه يعني ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. بس احنا شفنا يعني فرق قدمت اداء كويس قوي غير البرازيل طبعا، بلجيكا قدمت اداء كويس قوي، كرواتيا ولا زالت موجوده مظبوط، كرواتيا ولو انه هذه المباراه الاخيره مع الدنمارك يعني يبدو انها اكثر ارتباكا. هم فرقتين باور، هو الارتباك بيجي منين؟ دايما المدربين الكبار يقولوا لو اللاعب خرج من التمرين في جزء الانسانيه راضي عني، ومن ثم يعني بين قوسين يقول لك نفخينه لياقه بدنيه يستطيع ان يؤدي وتستجيب عضلاته لكل افكاره. وبالتالي فكره الحماسه والباور في اول ثلاث مباريات لا طبعا هي فكره مجنونه في كره القدم، لانه بيستنزف طاقات كبيره جدا. لكن بلجيكا لا زالت مستمره، لكن عند بلجيكا علشان لما نروح على احنا محتاجين ايه عشان نطور الكوره، عندهم لوكوكو واحد من اهم المهاجمين لكنه كان كثير ضياع الفرص كويس، ومع جيل نابه جابوا تيري اونري وهو من هو في عالم كرة القدم الهجومية مهاجم فرنسا والعالم الأشهر، جابوه مدربا للمهاجمين.
مدربا للمهاجمين. فاصبح مهاجمين عالميين لبلجيكا يحرزوا من نصف فرصه. عايزين نتطور مع العالم وناخد ورق التحليل ده ونشوف احنا واقفين فين ورايحين فين وازاي نقدر نبني على اللي فات. طيب كويس قوي. ننتقل بقى لمصر، ويعني اسقاط كل اللي اتكلمنا عليه من مدارس كرويه، من اداء تحت الضغط وتحت يعني المجهود. ايه اللي ممكن يعني روشته حضرتك مش بس المنتخب الحقيقه، روشته كمان للجماهير للتعامل فيما بعد المونديال؟ حضرتك اشرت لانه المانيا خرجت من الدور الاول، مفيش بلاغات قدمت للنائب العام، لانه ما فيش حد فاضي للكلام ده في مجلس الشعب الالماني. يعني طب احنا ليه بنتعامل بالطريقه دي؟ لان احنا بنقول للناس كلام، احنا او اغلب الاعلام بنقول للناس كلام وبنفرد لهم الميكروفونات واخذ ارائهم، فياتي مثلا مواطن على الهاتف فاقول له والله الناس بقت فاهمه كل حاجه، ده اي واحد في الشارع بيحط تشكيل مصر وايه رايك نلعب. لا، الجماهير لا يمكن ان تحكم المؤسسات، على المؤسسات ان ترضي الجماهير. قالها المايسترو صالح سليم رحمه الله لجمهور الاهلي بكل كبرته وكل ما يمكن ان يكون ثقل جماهير. وبالتالي الفكره كلها احنا دلوقتي هنروح على نقطه صغيره قوي اسمها نجيب مين بدل الفريق ده ومدير فني بدل الراجل كوبر، ولا نشوف سيستم كره القدم المصري متابع للعالميه اللي بعون الله لازم نوصل لها بمقعد افريقي كل 4 سنين. ده طبيعي جدا، ما عادش حد تاني ينفع يقول لنا 28 اختصرناهم ب14. ده كلام هزلي مع عنوان اسمه مصر الجديده، مع اعاده ترتيبات واحنا اهو في 30 يونيو العظيم. وبالتالي اعتقد ان الدوله المصريه ممثله من اول وزير الشباب والرياضه لوزير السياحه والاستثمار والتعليم عليهم يعني مغبه كبيره. نحن نريد جلب نموذج احترافي وترجمته. اما فكره بقى ان احنا نجيب نجوم الكوره ونقيم ما يسمى بمؤتمرات ونجوم الاعلام ونفتي، نحن لن نخترع العجله بمنتهى البساطه. نحن نريد ان نكون جديرين بقياده العجله وان ننافس في سباق العجله. طب ايه اول الخطوات دي؟ اول الخطوات دي ان نعلم اين نقف. اول حاجه قياس كره القدم في كل العالم بعدد الناس اللي موجوده مسجله، سواء في كل درجات الدوريات الناشئين والشباب، ايضا بره طبعا في دوريات مقاطعات ومدارس وجامعات بتستقطب نجوم في العاب كثيره منها كره القدم بمنح. وبالتالي لو قلت لحضرتك ان عدد المسجلين في مصر يساوي 15% من ايه بقى حضرتك؟ من المسجلين في المانيا في لعبه كره اليد. حضرتك كره اليد، انا ما قلتش غلط، كره اليد. يبقى ده تهريج كبير يعني. ومن ثم اصلا الانديه العامه التي هي ليست ملكيات خاصه وعلى تماس مع الدوله تختزل نجومها عند سن 17 سنه، وكلنا شفنا فرعوننا الذهبي مو صلاح لما خرج بدري عمل ايه، لان اوروبا لن تجلب من مصر على الاقل خلال السنوات القادمه الا من هم دون ال 20 يعني. وبالتالي تلاقيه بيقول لك انا عايز مليون يورو في بضاعه اوروبا يا دوبك لولا صلاح والنني ولولا جولات طبعا سابقه لاني رمزي وغيره وميدو طبعا ما كان لهم ان يفكروا فينا، لكن بمتابعتهم اكتشفوا ان في منجا مواهب مصريه. صدقيني كل المدربين الاجانب اللي بنقابلهم بره بيقولوا لنا ده، لكن ما عندكوش سيستم. وبالتالي لابد للدوله، الدوله مثلا في تصدير الحاصلات الزراعيه بتدي بونص للمصدرين موالح وكذا، اذا صدر بمليون لانه بيجيب عمله صعبه بتدي له مثلا 10 جنيه، يا سيدي قول للنادي ده اللي هو على تماس مع الدوله عند تسعيره من نص مليون اورو تحت 17 سنه طبعا قول له اديك 15 مليون فوقيهم، ما عندناش مشكله يعني لخلق المواهب واحتضانها وتقديمها. الاخطر هذه الهرتله الكرويه بين تنصيص اللي اسمها الاكاديميات، يقع في المحظور نجوم كره قدم ومن يتولوا امره الشباب والرياضه واتحاد كره القدم. الاكاديميات في مصر معكوسه، بينما تكون في افريقيا السمراء، والكابتن جوهري رحمه الله في العام 94 قال فلندرس التجربه الغنيه طلعوا عليه بالشوم، لان غانا وصلها من نادي اياكس امستردام معسكرات اللي هي اكاديميات، وايضا ساحل العاج خدوا الاكاديميات دي اللي هي اول ما بيلاقوا الولد لاعب كره في النجوع والكره والكفور
هناك بياخدوه هو وعيلته ويفهمون ان الكره دي هي جالبه الحظ والسعاده وكذا، عكس هنا تلاقي اكاديميه ب 2000 جنيه طبعا حماده وتوتو ومامي لازم توقف اللعب عشان يشرب عصير، ده لا يمكن يكون لعب كره لانه المنظومه كلها محتاجه اعاده تاني. او في الشعبيات الست تبيع حلقه عشان تدفع 200 جنيه للكابتن سيد ابو الركب وفي الاخر الموضوع كله هزلي. بيكهام عند سن 10 سنين لما اكتشفوه في ألمان خدوه هو وأبوه وأمه في 48 ساعة وشقة سوبر وعيشة مختلفة ومنحة دراسية حتى يتم تعليمه المبدئي، لكن الدولة أيضا لازم تقول وتقر أنها صناعة وتجبر اتحاد كرة القدم على ترجمة أوراق احتراف عشان ما حدش يفتي، ونبطل بقى فكرة لاعب ومجند وطالب، دي حاجة الناس بتتريق علينا فيها بره. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن، يعني حقيقة أنه الحديث عن منظومة الرياضة وكرة القدم اوعي تصدقي أنه ينفع لجنة وينفع، لأنه حتى السادة في لجنة الشباب والرياضة رؤساء أندية وضعوا قانون مبطور، وانا بقول لحضرتك خبر ليكم الوزير الجديد سيغير الكثير من بنود هذا القانون المعوض. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام شلتوت النقد الرياضي ورئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع، شكرا جزيلا فندم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل ومن بعده نعود للنقاش الكبير اليوم حول مصير ومستقبل حركات الاسلام السياسي في مصر والدول العربيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. مصير ومستقبل حركات الإسلام السياسي في مصر والدول العربية، ده عنوان فقرتنا في هذا النقاش. ليه بنطرح هذا النقاش؟ لأنه الحقيقة بعد ثورات الربيع العربي عدد من البلدان ظهر فيها بقوة وتصدر المشهد حركات الإسلام السياسي، ليس هو الظهور الأول لها طبعا، لكن ربما كانت المساحة أكبر، التأثير أهم بعد 2011. تفوتت الأوضاع في عدد من الدول العربية، كل دولة كان لها سياقات مختلفة وظروف مختلفة أدت لنتائج مختلفة. الآن نتساءل بعد 7 سنوات إيه ممكن يكون مصير حركات الإسلام السياسي؟ هل علينا أن نفرق بين حركات الإسلام السياسي وبين حركات الإسلام الجهادي أو التنظيمات الجهادية التكفيرية المتطرفة؟ كيف يمكن الفصل بين ما هو سياسي اجتماعي دعوي أو ما هو جهادي وأصولي؟ كيف يمكن التفرقة بين النماذج اللي شهدتها الدول العربية، وهي الحقيقة أن كل دولة كان لها خصوصية في تجربتها؟ أين يقع العنف واستخدام السلاح في الفكر الإسلامي السياسي أو الجهادي أو حتى في الفكرة المتأصلة للوصول للحكم لدى هذه التنظيمات ولدى هذه الحركات؟ أرحب بضيوفي اللي بيشاركوني هذا النقاش، الأستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق، أهلا بحضرتك. أهلا. كما أرحب أيضا بأستاذ أحمد كامل البحيري الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اهلا بحضرتك استاذ احمد. رحب ايضا بسياده العميد خالد عكاشه عضو المجلس الاعلى لمواجهه الارهاب والتطرف، اهلا بحضرتك سياده العميد. خليني ابدا مع حضرتك في البدايه استاذ احمد اذا تكرمت، في النقطه المتعلقه اذا ما كان علينا ان احنا نفرق واحنا بنتكلم على مستقبل حركات الاسلام السياسي، هل علينا ان احنا نفرق بين ما يسمى حركات الاسلام السياسي وحركات الاسلام الجهادي او التنظيمات الجهاديه والتكفيريه؟ خلينا نقول اني حتى لا اكون متحامل على التيار الاسلامي السياسي، هو بيحمل في عباءته افكار متطرفه بغض النظر عن مدارس مختلفه، دي وجهه نظر متواضعه، لكن هناك مدرستين او هناك تيارين يمكن تصنيفهم حتى في العلوم السياسيه والامنيه، تسمى التيارات العنيفه او تيارات غير العنيفه. غير العنيفه معناها هي التيارات الاسلام السياسي التي تستخدم منهج الوصول الى الحكم بعض المنطلقات الدينيه بادبياته بمنطلقاته الفكريه، ويستخدم الاطار التنظيمي الشرعي الدستوري. ده بنجد فيه بعض النماذج في المنطقه زي المغرب على سبيل المثال، هناك تيار اسلام سياسي قوي سواء بدايه من الصوفي ورسولا للاخوان المسلمين بما بينهما من تيارات سلفيه مختلفه. ايضا نجد هذا الامر في الاردن، ونجد هذا الامر حتى في الاسلام السياسي الشيعي مش بس السني،
ان الاسلام السياسي ليس فقط يقتصر على الجانب السني. زي ما هو في الجانب السني في تيار اسلام سياسي ليس عنيف، ايضا هناك تيارات سياسيه عنيفه متمثله سواء كانت في القاعده او داعش او حتى عند الشيعه، هناك نماذج متعدده ليها من الويه الحق وفاطمه والزهراء وغيره من بعض التنظيمات المسلحه العنيفه العامله خاصه في العراق وفي سوريا. هناك تفريق، طبعا هناك تفرقه بين الطرفين بغض النظر عن وجهه نظري ان كلاهما من يستخدم الدين للوصول الى السلطه داخل افكار هناك نقاط ضعف كثيره، وهناك العديد من النقاط اللي بتحمل دلالات عنيفه. هذه العنيفه مش شرط يكون عنيفه او متطرفه اتجاه ان هو بيمسك سلاح. نظرتهم للمراه هي نظره متطرفه وعنيفه، نظرتهم للاقليات هي نظره متطرفه وعنيفه، نظرتهم ل جميعهم انا بتكلم على جميعهم. هنا الفرق بين ده وده ان اقصى هو اقصى تطرفا، الثاني يمكن ان يكون نفس النظره. يعني لا يمكن ان تجدي من في التيار الاسلامي السياسي، هناك بعض الاحاديث وبعض المقولات الماثوره الدينيه وبعض التفسيرات الدينيه بتحدث مثلا عن ولايه المراه. لا يمكن انكار بعض الادبيات وبعض الاحاديث اللي موجوده عن هذا الامر، ما فيش تيار سياسي يقدر ينكرها اسلامي في هذا الامر. لكن يمكن ان يتغاضى عنها تكتيكيا في لحظه سياسيه معينه. هذا الامر يمكن ان نجده في بعض النماذج في بعض الدول العربيه بدفع بعض الاطراف التيار الاسلامي السياسي جزء من جماعه الاخوان المسلمين للمراه لبعض المناصب في الاستحقاقات الانتخابيه زي ما حصل في المغرب او في الاردن او في تونس على سبيل المثال. لكن ده ليس على قناعه فقهيه، الا ان هو كده يبقى خرج بره الاطار. يعني هو مش تيار اسلام سياسي، بقى اي حاجه ثانيه يمكن تتحدث عنها بقى ليبرال او يسار او غيره من المدارس الفكريه المختلفه. نعم. طيب استاذ عماد، اذا كان الامر كذلك واحنا عايزين نتكلم عن مستقبل هذه الحركات، الدول العربيه الحقيقه معظمها شهد نوع من انواع وصول الحركات الاسلام السياسي للسلطه، اذا كان برلماني زي مثلا في الكويت زي في المغرب او حتى لصبة الحكم زي ما حصل في مصر 2013 زي ما حصل في السودان وتونس ايضا بطبيعة الحال. الى اي مدى علينا ان نفرق بين تجربة كل دولة عربية والتانية واحنا بنتساءل عن المصير والمستقبل؟ هذا سؤال يعني واسع ومعقد وما ينفعش فيه الاجابات العموميه ان ابيض واسود. في حاجات تستطيع انك انت تقول عليها احكام فيما يتعلق على الفكر، وفي حاجات عليك انك انت تناقشيها في اطارها وفي سياقها عشان ناخد دروس حقيقيه، بدلا من الحاجات السيئه في ما يكتب احيانا في مصر هو التعميم المطلق. على مستوى الفكر كلنا نعرف انه حركات المعارضه العنيفه في الفكر الاسلامي او في الخلافه الاسلاميه بدات من ايام الخوارج. في ناس طلعوا على الحاكم، طلعوا على سيدنا علي اللي هو سيدنا علي، ومن منذ هذا الوقت والخوارج في الفكر الاسلامي موجودين من القرنطه لحاجات كثيره جدا بطريقه او باخر، مره يصعدوا بقوه ويبقى لهم نفوذ، ومره وصلوا الى الحكم في بعض البلدان، وفي مرات كثيره جدا بيخفض. الفيصل ايه؟ هو مدى قدره الحكومات على تقديم نموذج معتدل ومحترم وملهم يفسر الظاهره الاسلاميه بطريقه صحيحه، فبيقدروا هذا الفكر يتطرف. وده ممكن تقيسيه بالمناسبه مع الفارق في الدرجه النازيين. النازيين وصلوا الى المانيا بصندوق الانتخابات. صحيح. 1933 هتلر الحزب الاشتراكي النازي وصل بصندوق انتخابات لان كان في ازمه اقتصاديه طاحنه في المانيا وفي اوروبا. مع صعود مع نهايه الحرب العالميه الثانيه حصل فيه تطور، الليبراليين والديمقراطيين انتهى تماما الفكر الليبرالي النازي، وظن الناس انه انتهى. لكنه مع ازمات اقتصاديه زي الهجره لقينا دلوقتي الفكر النازي يعود الى المانيا والى اوروبا، خصوصا اوروبا الشرقيه بطريقه صعبه جدا، وشفنا بديل حركه البديل لالمانيا اللي هي المتطرفه النازيه بتاخد اكثر من 10% في الانتخابات النيابيه في الاخيره. وفي احزاب متطرفه تحكم زي ما حصل في المغرب، خمس نجوم في ايطاليا كتير في غالبيه، وترامب في ترامب ده ظاهره اليمين المتطرف العنصري حتى على يمين الحزب الجمهوري. فبالتالي القصه مش قصه انه في فكر متطرف فالناس هترفضه طول الوقت. عندما تكون هناك اوضاع اقتصاديه صعبه، اوضاع سياسيه يعني مش مستقره، فبتلاقي هذه الافكار المتطرفه تلاقي سبيل الى الوصول. فبالتالي الكره ما فيش ان انا اقدر اقول انه هذا الفكر انتهى تماما او
ازدهر تماما. هذا الفكر المتطرف في اي زمان وفي اي مكان يتوقف على قدرتك على منعه، على تقديم نموذج مختلف. وبالتالي نحن الشعب المصري تمكن بصورة جيدة وعظيمة ان هو يطرد هذا الفكر سنة 2013 في 30 يونيو، وعمل انجاز عظيم بالفعل. لكن هل هناك ضمانة نهائية ان الفكر ده انتهى وانه مش يرجع؟ اسف ان هظلم الناس وقول ده مش صحيح. الامر يتوقف علينا بمقدار ما انت يعني شوفي مدى قدرة هذا التل للاسف الشديد على التسلل من فكرة الاسعار المرتفعة في الريف وفي الاحياء الشعبية وبعض الاعلام بتاعه اللي هو بدأ يلاقي مساحات. ده يدينا نتيجة مهمة جدا انه سواء في مصر او في الخارج عليك ان انت تقدمي نموذج يدحض هذه الافكار الشعبويه التي تتاجر بالدين وتشوهه. بمقدار نجاحك في ده بمقدار قدرتك على مواجهه هذه الافكار وتتقتل. دي بالظبط عامله زي افكار مريضه اول ما بتطلعيها في هواء طلق حقيقي وشمس عافيه بتنتهي. لكن الرهان على شعارات فقط وانه ده انتهى، لا، علينا ان احنا واعيين جدا هذه الافكار ستجد منفذ للاسف الشديد حالة ان يتقاعس المجتمع عن تقديم اجابات صحيحه على الاسئله الحقيقيه اللي بتواجه المجتمع. في الدول اللي حوالينا زي ما احنا شايفين المغرب حصل اللي هم يعتبروا اخوان بطريقه او باخرى على الاغلبيه في الانتخابات الاخيره. في تونس تقدموا حركه النهضه على نداء تونس في الانتخابات الاخيره. في الكويت ليهم وجود في مجلس الامه. في الاردن موجودين. لكن في الاردن وفي حته تانيه لما يبقى في حركه مجتمع مدني حقيقي زي ما حصل في نداء تونس تقهقروا. في الاردن هزموا في بعض الانتخابات النقابيه وهكذا. القصه اولا واخيرا انه تقدمي اجابات حقيقيه على مشاكل المجتمع. نعم. طيب سياده العميد، بما انه الحديث الحقيقه ما بيفصلش طول الوقت في فكره انه هناك استخدام للعنف قد يكون يعني مؤدلج او قد لا يكون، وانه استخدام على فترات، وانه استخدام طبقا لكل ظروف الدوله، استخدم في مصر، استخدم في الجزائر، دمويه العشريه في الجزائر، متى يستخدم العنف من قبل يعني جماعات الإسلامية ولماذا؟ يعني إيه يكون الهدف وقتها؟ يعني الحقيقة أنا بشوف إن التنظيمات اللي بترفع الراية الإسلامية وليها مرجعية إسلام سياسي أو أي ما كانت تسمي أنفسها هي بتنتهز فرصة أي نقطة ضعف أو أي اختلال أو أي مساحة احتقان موجودة وتنفذ منها من خلال بقى مختلف الأدوات. العنف أحد أشهر هذه الأدوات بكون إن هذه التنظيمات وهذه الجماعات هي مؤمنة إيمان كبير وأصيل بالعنف. وهنا نتفق مع أستاذ أحمد في كون إن الجميع يؤمن بالتطرف. التطرف هو الخالق للعنف أو المنشئ للعنف، متطرف وينظر إلى الآخر نظرة إقصائية استعلائية، مساحة واسعة من التكفير. يعني في حتى في الأدبيات يطلق على التنظيمات التكفيريين بكونهم يكفروا المجتمع حتى أصحاب الدين الواحد وليس ديانات مختلفة أو مذاهب مختلفة. فهذا الشكل من أشكال التطرف هو خالق للعنف بشكل أصيل. هو ينتظر الفرصة للانطلاق. الفرصة دي زي ما حضرتك بتسألي عنها ربما تكون لحظة تراخي من المجتمع، لحظة ضعف سياسي تمر به بعض البلدان في أعقاب ثورات وحراك اجتماعي يهز أساسيات الدولة وأصول المكونات الاجتماعية والسياسية الأصيلة جوه الدولة، فيجد أنه هو عنده مساحة للقفز على السلطة. شفنا ده زي ما حضرتك بتقولي فعلا في العشرية الدموية، والجزائريين بيطلق عليها العشرية السوداء بكونها يعني شهدت مساحات من العنف ضخمة جدا. شفنا ده في الثورة الإيرانية أيضا، والتطرف الشيعي يقفز على ثورة الشعب الإيراني اللي هي الحقيقة عندما بدأت لم تكن ثورة لا دينية ولا إسلامية كما انتهت. مسألة استخدام العنف هو بيتم بمرجعية
تصدير شكل من أشكال الإرهاب للأطراف الأخرى والإرهاب للمجتمع وللمكونات السياسية اللي بينظروا إليها كمنافسين. إن ما يطلعش أحزاب ينافسوني على أطروحات سياسية وأشكال من الطرح السياسي المدني الذي يحتمل الاختلاف في الرؤى الذي قد يتلاقى في نقاط، لا، هو عايز يتحدث في طريق واحد يؤمن بالقوة. وأعدوا لهم كما هو موجود في شعار الإخوان، أعدوا دي، أعدوا في مواجهة كل المخالف. مكونات المجتمع وكل المكونات السياسية المختلفة. ربما بقى هنا أنا هستعير من أستاذ عماد وهو بيتحدث عن اختلاف أشكال التجارب السياسية. الأمر ممكن ياخد بقى أشكال في مكون سياسي قوي، في سلطة قوية تعود مثلا في المغرب إلى أسرة حاكمة ينظر إليها بكونها هي صاحبة مفاتيح الخلافة الإسلامية من قبل الشعب المغربي وهو مقتنع بهذه الجزئية. لذلك نجد أن الجماعات الإسلام السياسي هناك هي تسير وفق مجموعة من الضوابط المجتمعية والسياسية ونظام الحكم اللي موجود. لكن في أشكال أخرى وفي أماكن أخرى الأمر يصبح مختلفا. في السودان كان هناك انقلاب من جماعة الإخوان المسلمين، استخدم انقلاب عسكري واستخدم القوات المسلحة السودانية في الوصول إلى السلطة وأقصى كل الآخرين. يعني فعلا ما فيش إجابة واحدة تصلح في مسألة كيف يتحرك أو كيف يستخدم حتى العنف. هو في المغرب مقيد العنف في أدنى مستويات ولم يتورط في العنف وبيشتغل بأدبيات المجتمع وبالأسس الراسخ عليها المجتمع. في تونس ربما المسألة فيها ما بين وبين، في مساحة اشتراك سياسي وفي مساحة أخرى متروكة إلى الانضمام إلى التنظيمات. وللأسف الشديد تونس مسجلة أرقام مرتفعة جدا من مواطنيها أعضاء داخل التنظيمات الإرهابية الأكثر تطرفا، داعش والقاعدة وغيرها. فالأمر له أشكال متنوعة ومختلفة، لكن يبقى في النهاية استخدام العنف هو منهج أصيل لهذه التنظيمات والجماعات في مواجهة كل ما هو يطلق عليه بين قوسين الآخر أيا كان هذا المكون. نعم. طيب أستاذ أحمد، هنا السؤال عن مستقبل حركات الإسلام السياسي، إيه ممكن يكون مستقبلها ومصيرها وإحنا بنشوف يعني اختلاف في تجارب الدول العربية؟ يعني البعض حتى بيصنف الاختلاف ده اختلاف جغرافي. التجربة المغاربية تونس المغرب يبدو كأنه فيها حركات الإسلام السياسي أكثر براغماتية، أكثر يعني اندماجا وتصالحا مع مؤسسات الدولة، براغماتية سياسية، في حين أنه في مصر لا، كان هناك نوع واضح أكثر في الصدام. طيب خلينا احنا نتكلم عن الإسلام السياسي الغير عنيف. نعم. بعيد عن العنيف طبعا، زي يعني زي ما تفضل الاستاذ دكتور خالد عكاشه والاستاذ حسين علي حوالين ان بالفعل ان كل دوله لها خصوصيه. جايز يكون الثقافه الاوروبيه وخاصه الفرنسيه وتعليم الكثير من ابنائها اثر كثيرا على اثر الاسلام السياسي، وخلينا نحصر جزء منه اللي وصلين للسلطه زي الاخوان المسلمين. لكن نفس الامر طبعا كما عندي في العراق الجابوري وهو كان رئيس برلمان، هو جماعه الاخوان المسلمين ومشترك وعنده نمط تفكير مختلف بشكل كبير جدا. نفس الامر او بشكل اقل شويه موجود في الاردن وفي دول الخليج. طبعا هناك خصوصيه. مصر الاسلام السياسي فيها له اسباب كثيره، وجزء من الاسباب ذكرها استاذنا من شويه وهي لها علاقه ان طريق الاسلام السياسي عامل زي النبات اللي بيطلع حوالين شجره، هو بيمشي على ازمات المجتمع. كل ما يبقى فيه مزيد من الفقر داخل المجتمع، كل ما يزيد من تراجع او ضيق في المجال العام، كل ما نحط اسباب، كل ما يقدر الطريق الاسلامي السياسي يصل الى اكبر قاعده جماهيريه من الناس، سواء كان هذه القاعده يستغلها للوصول الى النقابات او الاحزاب او انتخابات واستحقاقات برلمانيه او محليه او حتى الوصول الى الرئاسه. خلينا ناخد نموذج حصل في تركيا. عندنا نجم الدين اربكان، هو كان وصل للسلطه ومشكل حكومه، سقط في 30/6 تقريبا 97. بعد اقل من 5 سنوات جه رجب طيب اردوغان بحزب جديد من الرفاه لعدل وتنمية. مظبوط. طيب يعني خمس سنوات كانت هنا وصلت لحظه من اللحظات ان الليره التركيه وصلت ان انت بمليون ليره تجيبي دولار يعني. ورجع تاني بالرغم ان الناس اقصته بشكل اساسي. طبعا يمكن ان يحقق نجاحات، هذه النجاحات لا يمكن ان يحقق نجاحات في بيئه فيها تنميه وبيئه فيها
انفتاح، مستحيل. يعني حتى ما حدث في تونس زي ما تفضل سيادة العميد، اني عندي اتحاد شغل، اتحاد الشغل هو واحد من الاحزاب، اتحاد العمال، اتحاد الشغل هو اتحاد العمال يعني المصري، اذا اتحاد العمال في مصر يعني هو واحد من القوى الاكثر تاثيرا من اي حزب سياسي. صحيح، ضمانه حقيقيه. الحركه النسويه في تونس، انت بتتكلم عن مناصفه من راس السلطه للمحليات، فيها حركه نسويه قويه في مجتمع مدني حقيقي. مهما حصل من النهضه، مهما حصل من الاخوان المسلمين وغيرهم ووطن الاسلام السياسي المتبقي، هناك ضمانه مجتمعيه قادره ان هي تفرمل الحركه، لكن ده ما يفرملش عندي الخروج الى المتطرفين. زي ما تفضل سياده العميد، ان اكبر نسبه من الارهابيين سواء في داعش او في القاعده او في احرار الشام او غيره من التنظيمات المسلحه والارهابيه في سوريا والعراق هو من تونس. ودي شيء غريب رغم انه كان مجتمع منفتح، مجتمع علماني بمعنى كلمه علماني. لذلك ان الموضوع الاخر له علاقه بالاسلام السياسي العنيف، التنظيمات الارهابيه، انا اعتقد ان التحولات فيها مش مرتبطة بالفقر ولا غيره، ان الناس اللي بدأت تربط الارهاب بالفقراء هي ربط غير دقيق. يعني ده كان يمكن ان يحدث في التسعينات، جمهورية امبابة في مصر، لكن اغلب العناصر دلوقتي انا بسميهم ارهابيين او جمهورية التجمع الخامس لو حصل التشبيه. ده معظمهم دكاترة ويعني لا، مش بس على المستوى الثقافي والتعليم، كمان على المستوى المالي والتقنين والتكنولوجيا. عشان كده التنظيمات الارهابية مش مرتبطة شوية بالفقر، برضه نفس الامر مش مرتبط شويه بالمجال العام، ان انا عندي نسبه كبيره جدا من الارهابيين من اوروبا يعني. فالتنظيمات الارهابيه المره دي او الموجه الحاليه وما يحدث الان من عنف وارهاب، اعتقد ان خصائصه مختلفه ودراسته مختلفه، توقفه وعدم توقفه محتاج اجنده واستراتيجيه. ممكن نسمع من سياده العميد خالد وفي مجلس خاص مكافحه الارهاب والتطرف، لا محتاج آلية مختلفة وحزمة تشريعية وحزمة إجراءات مش بس أمنية وسياسية واقتصادية وغيره. وأعتقد أن إحنا مش داخلين على هدوء في التنظيمات الإرهاب السياسي في المنطقة، آخرهم ما حدث في دارنا من في ليبيا مظبوط من أيام، لكن أعتقد أن ده مش معناه انتهاء، لكن معناه ظهور أو تحول جديد زي ما حصل تحول من القاعدة لداعش. أعتقد أن هناك تحول آخر يمكن أن يشهد العودة إلى القاعدة مرة تانية، أو ظهور حاجة شبيهة بجبهة النصرة أو فتح الشام أو هيئة تحرير الشام الآن. هذا التحول هي حالة بعيدة عن القاعدة وعن داعش كتنظيم جديد قطري وليس إقليمي غير عابر الحدود، يمكن أن يؤدي إلى أن يكون أكثر عنفا وتأثيرا في العمليات الإرهابية الفترة الجاية. ممتاز جدا، نستكمل هذا النقاش مع حضراتكم معكم مشاهدينا الكرام لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى. مصير ومستقبل حركات الاسلام السياسي على طاوله النقاش النهارده في حلقه هنا العاصمه. ارجع لحضرتك مره ثانيه استاذ عماد، كنت تقول انه يعني لابد من ضمانات لعدم العوده مره اخرى لحركات الاسلام السياسي، انه ممكن ياتي في اي وقت اذا ما اتيحت الفرصه واتيحت اذا كان في ظروف مواتيه. هنا العلاقه مع الدين، هل يعتبر الدين طول الوقت لهذه الحركات صمام امان في اي وقت يستطيع انه يعود ويعود بسهوله في مجتمعاتنا العربيه؟ الدين مكون رئيسي في حياه الشعوب وفي حياه الشعوب العربيه او الاسلاميه. طبعا الدين الاسلامي له مكانه ومنزله كبيره جدا، خصوصا انه الشريعه فيه امور كتيره جدا متداخله ما بين الدين والدنيا، يعني مش زي الديانه المسيحيه ان انت تقدري بسهوله جدا تفصلي ما بين العبادات او اللي حصل في اوروبا في العصور الوسطى، ان انت قدرت تعملي فصل حقيقي لما حصلت العلمانيه وتدخل يعني دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. انا تقدير الشخص بعد اللي شفناه من الحركات الاسلاميه في الوطن العربي في السنوات الاخيره، يا ريتنا نقدر نوصل زي اوروبا، يا ريت. وارجو ان يفهم كلام انه كلام ضد الدين، مش ضد الدين، هو كلام ضد المتاجرين بالدين، وفي فرق كبير جدا. الاسلام والمسيحيه واليهوديه وكل الاديان حتى الاديان الوضعيه اديان تحض على الفضيله والقيم وكل شيء جميل، لكن المؤسسات الدينيه او الكهنه من اول كهنه امون في العصر الفرعوني لحد كل المتاجرين بالدين دلوقتي كلهم بيستعملوا الدين بطريقه يعني في حاجه بره السياق، بس هقولها بسرعه. في فيلم كان من حوالي 20 30 سنه كده بيتكلم عن انه المسيح عليه السلام رجع، فهو ماشي يتجول في احدى المدن في العالم مش هقول اسمها، عمال يشوف ممارسات بيقول لهم مش دي المسيحيه،
يقولوا له احنا اللي احنا في الاخر لحد ما وصل لمكان كبير كنسي، قالوا له احنا اللي بنقرر المسيحيه مش انت، ولو انت ما رجعتش قبرك سوف نعلنك مجدفا. هذا الكلام حتى لو يفهم ان انا بقوله ضد الديانه المسيحيه الغراء لا ينطبق على الاسلام وعلى اليهوديه وعلى كل دين. التجاره بالدين موجوده طول الوقت، ومعظمها مش تجاره، معظمها الاسباب سياسيه. الناس بتبقى البسيطه عايزه كلام يدغدغ مشاعرها ويطمنها. فهرجع للاصل المره ثانيه، بمقدار فيه وعي وفيه تعليم وفيه تنوير وفيه حريه، بمقدار هذه الجماعات والافكار في كل زمان ومكان بتنتهي وبتضرب. ليه؟ لانه كل ما فيه تنوع اراء مش يقدر يصمد. تيجي يقول لك اقتصاد اسلامي، ما فيش حاجه اسمها اقتصاد اسلامي ولا اقتصاد مسيحي. في اقتصاد صح او اقتصاد غلط، ماشي، في اقتصاد، في علم وفي عمل وفي شغل او ما فيش. عندنا في المنطقه العربيه لسوء الحظ التخلف والجهل والامراض والاستبداد كتير جدا، ولذلك للاسف الشديد الظاهره التجاره بالدين هتستمر، سواء من قبل الحكومات احيانا، مش بس من قبل الموضوعيه، مش بس التيارات الدينيه اللي بتتاجر بالدين، احيانا بعض الحكومات في المنطقه بتتاجر برضه بالدين. وبالتالي في فارق، يعني تونس زي ما قال سياده العبيد والدكتور احمد، في دول زي تونس او الجزائر في وعي اكتر وفي حركات سياسيه واحزاب سياسيه قويه، فدرجه فرض التخلف قليله، في مقاومه. في المغرب احزاب قويه قريبه جدا من القصر واحزاب لها تاريخ. في دول اخرى ممكن ينتشر لانه الوعي السياسي قليل. في الخليج كان في علاقه، يعني زواج كاثوليكي بين الحركات الدينيه والحركات المتطرفه وبعض الحكومات. ومن حسن الحظ انه بدات بعض الحركات الاسلاميه بداوا يدركوا ان هذا خطر عليهم وعلى المنطقه، فبدانا نشهد ربما ارهاصات لوقف التجاره بالدين. ده مره ثانيه الخطر ان الحركات الاسلاميه بتلون نفسها، عندها مبدا التقيه، بتقدر تعيد تشكيل نفسها وتلوين نفسها. شفنا نموذج جماعه الاخوان المسلمين في التسعينات، كانت هناك الجماعه الاسلاميه بتحارب الدوله بالارهاب، وهي بتقول لك انا ضد الارهاب لانه الجماعات الاسلاميه بتحقق لها هدفها. بس في اللحظه التي حست انها تفقد، يعني طالما انها بتحقق هدفها بس هي خير وبركه، في اللحظه اللي بتكتشف انها كشفت بتلجا الى العنف الفوري. ودي النقطه الجوهريه، انه الخلاف بينهم في الدرجه، لكن العنف والتطرف كامن في تركيبه كل من هذه الجماعات بغض النظر عن الاسم. في النهايه اللي شفناه في سوريا الجميع اصطفى خلف داعش وخلف النصر. طيب سيادة العميد، هناك نقطة يعني قد تثير بعض الجدل، الحديث عن استخدام هذه الجماعات للعنف، لأي مدى أقدر أفرق بين يعني جوه هذه الجماعات، بين الجماعات اللي بتستخدم هذا العنف بشكل كلاسيكي، وبين جماعات ممكن تحصل على المقاومة زي حزب الله اللبناني، زي حركة حماس؟ طبعا فروقات ملغمة يعني، وفروقات شائكة جدا، لان حزب الله ربما في وقت يطلق عليه مقاومة لو هو بيحارب اسرائيل، لكن لو هو بينتقل الى داخل سوريا وبيحارب في صفوف او بيدعم النظام السياسي السوري في مواجهة بعض من مكونات الشعب السوري ربما لا يطلق عليه حركة مقاومة. حماس عندما يطلق عليها مقاومة، عندما تدخل في حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكن عندما تنخرط في صراع داخلي مع سلطة فتح وتقوم بالاستيلاء وبالقفز على السلطة في قطاع غزة، يبقى هنا الحقيقة لا علاقة لها على الإطلاق بكونها حركة مقاومة. زي ما قال الأستاذ عماد، وأنا هنا هأكد على ده الحقيقة، الخاص بالتلون، قدرة هذه التنظيمات إن كانت حزب الله، إن كانت ليها مرجعية شيعية أو سنية أو غيرها من المرجعيات، استخدام أو الوقوف تحت عباءة الدين طول الوقت هي محاولة زائفة لتمرير كتير جدا من التطرف واستخدام العنف، ومحاولة تسلح بهذا المفهوم اللي هو فعلا لدينا مساحة كبيرة من الإيمان به وهو الدين. لكن هذا
قدر من المرونة والتلون ما بيمنعش ان هو في لحظة من اللحظات ان هو بيقع في مسألة إيذاء المجتمع. المقابل ليه على طول هو المشروع الوطني، مشروع الدولة الوطنية، مشروع الدولة الوطنية اللي تم تفصيلها من الزملاء الأعزاء منذ قليل، الخاص بالتعليم وبالحريات وبالعملية السياسية المفتوحة والثرية بمختلف الآراء، التحديث اللي موجود في المجتمع، الخطابات الحديثة اللي بتشتبك مع قضايا اللحظة الراهنة، هو ده المشروع الوطني الحقيقي، هو ده اللي يقدر ان هو يهزم اي شكل من اشكال التطرف، ان كان ليه عناوين سياسية او ليه عناوين استخدام عنف كلاسيكي زي ما حضرتك وصفتي. انا كنت اسحبك على استراتيجيات التعامل، اتصور دي الاجابة. طبعا يعني دي التعامل في موجودهم يكون هذا هو المشروع. طبعا مزبوط. طيب استاذ احمد، العكس كيف ستكون استراتيجيات حركات الاسلام السياسي في الفترة المقبلة، اللي ممكن تعمله وتعمله ازاي؟ طبعا ما تختلف حسب وضعية كل 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 دولة. يعني اذا تحدثنا في مصر، انا اعتقد ان مزيد من العمل هو، بس انا عايز اقول الوضع في مصر شويه بيتسم للتاريخ الاسلامي، بيتسم بحاله من الغباء شويه. يعني هو يعني اذا كان هناك صفه يمكن ان تقال فهي نفس الامر. يعني اذا انا بتحدث عن الاخوان المسلمين على مدار 4 سنوات تقريبا، نفس الخطاب بنفس الاسلوب بنفس التكتيك بنفس الاليه، يعني لا يوجد قراءه، لا يوجد اي شيء، بغض النظر هل الوضع دوت اللي هم موجودين فيه هو صح ولا غلط، حتى مش عارفين يعملوا النقد الذاتي لنفسه، يحققوا انتصارات يعني عشان يعمل نقد عشان يقدر يكسب من هذا الامر. لذلك ان الحاله هنا شويه هي حاله فيها سمه من الغباء السياسي وضعف وجمود في الفكر. لكن مش ممكن مراجعه افكار، مراجعه العلاقه مع الدوله، مراجعه اعاده مراجعه العلاقه مع المجتمع، ده مش وارد؟ خليني اقف عند اخر خطاب خرج من احتفال في افطار في تركيا، كان حاضره قياده جماعه الاخوان المسلمين، وكان الملفت للنظر ان هم تحدثوا عن شروط المصالحه مع الدوله المصريه واستثنوا منها عوده محمد مرسي فيها. لكن هي المشكله مش هذه النقاط العريضه، ان عوده مرسي ولا عدم مرسي، هل المشكله ان هناك خلل في بنيه الفكر عندهم وفي اطار التنظيم، وهناك مجموعه من الافعال تمت على مدار 4 سنوات محتاجه حقيقيه من المصارحه ومن الشفافيه مع المجتمع حتى قبل السلطه، عشان يبقى هناك اذا انا بتحدث عن حاله اندماج حقيقي وييجوا، لازم يبقى مش بس في اطار قانوني. طبعا في اطار قانوني، انا مع ان اي حاله تتم في اطار قانوني، لذلك اي حاله سواء كانت مصالحه او غير مصالحه لا اتحدث عن هذا الامر ولا احبه. انا اتحدث عن دستور المصري قال قانون العداله الانتقاليه، حتى هذه اللحظه لم يرى النور هذا القانون. اذا انا عايز اتكلم عن اي جماعه عايز اكون جزء من هذا المجتمع، تعالوا نطبق اطار موجود في الدستور، اطار قانوني يحدد اليات الدخول ازاي، اليه المحاسبه، من تورط في القتل، من تورط في الدماء، غير ذلك يبقى هناك اطار سياسي نتحدث عنه. لكن لا يمكن اتحدث عن حد متورط في الدماء واقول اتفضل تعالى اقعد. لذلك ده مش هقدر اصيغه احمد او سياده العميد او الاستاذ عماد، ده بيصيغه اطار تشريعي. لذلك انا حتى هذه اللحظه انا مش عارف البرلمان، نص دستوري موجود ان يصدر القانون خلال 6 اشهر من اصدار الدستور، حتى هذه اللحظه لم يتمكن البرلمان المصري من اصدار قانون انا شايفه واحد من اهم القوانين اللي ممكن يخرجنا من حديث عن مين بيتكلم عن المصالحه ومين عايز يتصالح مع الاخوان ومين بيعمل شيء. خلينا نبقى باكثر شفافيه فنقطع الخط والطريق عن اي محاولات للالتفاف او للدخول في الشارع المصري عن طريق ما يسمى بالمصالحات والغير. نعم. السؤال الاخير في هذه الحلقه سريعا استاذ عماد، عن القوى الدوليه كيف تتعامل مع هذه الحركات وتاثيرها في الداخل العربي؟ القوى الدوليه غالبيتها فيها جزء كبير منافق نفاق كبير. علينا ان نفرق بين الكلام الطيب اللي بيتقال طول الوقت عن كل دوله في العالم. عايز اقول لحضرتك في كل العمليات الارهابيه الكبرى التي حدثت في مصر، قطر وتركيا بعتوا بقيه اعزاء لمصر وتضامن ضد الارهاب، وبعضهم ومتورطين في المنصات. يعني انا لا يشغلني المواقف اللفظيه، الولايات المتحده والغرب بيعمل كل ده، بس بعض السياسات التي تتخذها عمليا هي تؤيد الارهاب للاسف الشديد. بعض في دول عربيه بتواجه ارهاب خطير جدا، تم منع اسلحه معينه عنها، هي اسلحه لازمه وقطع غير لازمه جدا لمحاربه الارهاب. فبالتالي للاسف الشديد التطرف والارهاب صار احد الذرائع واحد الازرع اللي بتستعملها بعض الدول لتحقيق مصالحها. هذا امر واضح، زمان كنا نظن انه مبالغه، بس اللي شفناه على حضرتك وعلى الساده المشاهدين انهم يدرسوا اللي حصل في سوريا. اللي حصل في سوريا باختصار، بعد سنتين الولايات المتحده عملت تحالف اسمه التحالف الدولي لمحاربة داعش سنه 2014 يونيو 2014. في الوقت ده داعش استولت على نص العراق ونص سوريا. اللي حارب داعش حقيقه الجيش السوري زائد الروس.
ولحد هذه اللحظه توماس فريدمان كتب مقال كاشف لما قال هو احنا ليه نروح نضرب داعش عشان نساعد الاسد؟ على داعش انه يتخلص على الاسد او الاثنين يخلصوا على بعض. وبالتالي هذه الامور تم استخدامها بمهاره شديده جدا لتحقيق مجموعه من الاهداف، خدمه اسرائيل، تحقيق نوع من التفكك في المنطقه العربيه، ابتزاز العالم العربي، لانه الخروج من هذا الامر مش مفيد لبعض، فعلينا ان احنا نعتمد على ما حتى جلدك مثل ظفرك، فتولى انت جميع امرك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، شكرا جزيلا عميد خالد عكاشه عضو المجلس الاعلى لمواجهه الارهاب والتطرف، شكرا يا فندم استاذ احمد كامل بحيري الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه والارهاب في مركز الاهرام، شكرا جزيلا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، كل الشكر لحسن المتابعه، كنت مع حضراتكم دينا زهره، بكره ان شاء الله حلقه جديده من هنا العاصمه، الى اللقاء.